مصادر دبلوماسية تؤكد للحدث أن الوفد الإيراني في فيينا لم يغير مواقفه بعد، وواشنطن تبحث خيارات عسكرية. بعد إعلانه بقاء قوات أمريكية في العراق، الجيش الأمريكي يتوقع زيادة هجمات الميليشيات خلال الشهر الحالي. مع استمرار خسائرها في مأرب، ميليشيا الحوثي تجري حملة تجنيد لطالبات المدارس للانضمام إلى كتيبة الزينبيات. بعد أكثر من عامين على تفشي الكورونا، علماء يعيدون تركيز أبحاثهم على المنشأ الحيواني للفيروس. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة اليوم من استوديو الحدث، ساعتان نفتح فيهما أهم الملفات. تستنف اليوم المفاوضات النووية في فيينا مع إيران، وقالت مصادر دبلوماسية للحدث إن الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا لم يغير مواقفه بعد، موضحا أن تقييم المطالب المتشددة التي قدمها الوفد الإيراني ما زال جاريا. المصادر أكدت أن المجتمعين في فيينا لديهم الكثير من الخلافات مع إيران، مضيفة أن الخلافات لم يجرى حلها حتى الآن، ولا يعرف ما إذا كان بإمكانهم ذلك. هذا وجددت الإدارة الأمريكية التزامها بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. ووفقا لبيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، فإن الرئيس جو بايدن أمر بالاستعداد في حال فشلت الدبلوماسية مع إيران. وأوضحت ساكي أنه وفي حال فشلت الدبلوماسية مع إيران فإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات أخرى ضدها. المتحدثة باسم البيت الأبيض أشارت إلى أن الحل الوحيد أمام إيران لرفع العقوبات هو الامتثال الكامل للاتفاق النووي. الرئيس بايدن ملتزم بعدم حصول إيران على السلاح النووي، ويؤمن بأن الدبلوماسية بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء الإقليميين هي الطريق الأفضل لتحقيق هذا الهدف ولتفادي أزمة نووية. ولكن وبسبب التطورات في البرنامج النووي الإيراني، فالرئيس طلب من فريقه بأن يكون على استعداد في حال فشلت الدبلوماسية مع إيران، ويجب أن ننتقل إلى احتمالات أخرى، وهذا يتطلب تحضيرات. وكنا واضحين مع إيران بأن الحل الوحيد للخروج من العقوبات هو بالامتثال النووي، وأبقينا على العقوبات التي ورثناها وفرضنا عقوبات. إذا لم تنجح الدبلوماسية واستمر البرنامج النووي الإيراني، فليس لدينا من خيار إلا اتخاذ إجراءات أخرى للحد من القطاعات المدرة للدخل في إيران. من فيينا تنضم إلينا مفادة الحدث الزميلة راغدة بهنام. راغدة صباح الخير، أهلا بك معنا في استوديو الحدث في الساعة الأولى، وما المواقف التي يمكن أن تضعينا في صورتها اليوم؟ ماذا على أجندة اليوم التفاوضي الثاني في هذه الجولة؟ صباح الخير. يعني الاجتماع تبدأ الآن يعني أو بعد قليل، لأنه الأوروبيون وصلوا قبل قرابة ساعة، جزء من الوفد الإيراني وصل قبل دقائق من الآن. رئيس الوفد الإيراني علي بكري كني لم يصل بعد، ولكن لا ندري ما إذا كان سيشارك في الاجتماعات اليوم، لأنه اليوم من المفترض أن يكون هناك لجنة يعني اجتماع للجنة الخبراء التي ستناقش الالتزامات النووية الإيرانية. يوم أمس كان هناك اجتماع بعد الظهر، اجتماعات مطولة في الواقع يعني دامت حتى العاشرة ليلا تقريبا، اجتماعات بين الأوروبيين ورئيس الوفد الإيراني، ثم اجتماع للجنة رفع العقوبات الأمريكية. كل هذه الاجتماعات في الواقع يعني يحاول فيها الأوروبيون أن يروا ما إذا كان هناك يعني إمكانية لإيجاد نوع من الأرضية المشتركة لإطلاق يعني لإكمال هذه المفاوضات. كما فهمت صباحا من أحد يعني الدبلوماسيين المشاركين في هذه المفاوضات، الوفد الإيراني ما زال متمسكا بكل ما تقدم به في بداية الجولة السابعة، يعني عندما توقفت الجولة ليعود الأوروبيون للتشاور في عواصمهم، المطالب نفسها المتشددة التي قدمها الإيرانيون يطرحونها الآن ويريدون مناقشتها. الأوروبيون يعني
على ما يبدو بحسب هذه المصادر ما زالوا يدرسون هذه الاقتراحات لمحاولة إيجاد شيء ما فيها، ولكن أيضا كما فهمت من هذه المصادر بأنه الفروقات والخلافات كبيرة جدا. على أي حال يعني كل هذه المشاورات تجري قبل أن يصل الوفد الأمريكي، متوقع ربما ليل اليوم أو يوم غد، ولكن روبرت مالي رئيس الوفد الأمريكي كان يتحدث يوم أمس لقناة بي بي سي الفارسية، وكان يقول بأنه الأمريكيون ما زالوا متمسكين بإكمال المفاوضات من حيث توقفت في نهاية الجولة السادسة، أي المسودة التي تمت كتابتها حتى الآن والتي يريد الإيرانيون مراجعتها ومناقشة كثير من النقاط فيها. الوفد الأمريكي يريد أن لا يناقش ما يعني تم الاتفاق عليه، يريد أن يستمر بالمناقشة من حيث توقفت هذه النقطة. قال أيضا يعني كلام مهم على أنه يبدو بأنه الإيرانيون يعني اتجهوا نحو طريق آخر، ما يعني بأن الولايات المتحدة قد أيضا تتجه لطريق آخر، لذلك ليس هناك الكثير من التفاؤل، ولكن لا أحد يريد أن يقول بعد بأن المفاوضات انتهت أو فقد الأمل كليا، ما زالت هناك محاولات لإيجاد هذه الأرضية المشتركة. طيب، التمترس وراء الموقف الإيراني راغدة بحسب المصادر التي تواصلت معها، هل يعني أن كل ما جاء في الورقتين اللتين قدمتا من باقر في الجولة السابعة هو ما زال أساس التفاوض بالنسبة للجانب الإيراني على الأقل؟ بالفعل أيضا يعني كانت تنقل وسائل إعلام إيرانية عن مصادر في الوفد الإيراني صباح اليوم بأنه الوفد الإيراني متمسك بالورقتين اللتين قدمهما في الجولة الماضية، وحتى أنه قال يبدو بأن هناك قبول لدى الأطراف الأوروبية بمناقشتها، وهذا بالفعل ما سمعته من مصادري، ولكن ليس أن هناك قبول، ولكن الأوروبيون يحاولون مناقشتها ليبدأ رأيهم النهائي فيها، لأنه كما ذكرت الأمريكيون لم يصلوا بعد، على الأرجح الأوروبيون سيقيموها مجددا بشكل أكثر يعني عمقا ويطرحوها على الأمريكيين، ولكن الإيرانيون هم يقولون بأنهم ما زالوا متمسكين بكل ما طرحوه، بمعنى رفع كامل العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب حتى التي منها غير مرتبطة بالاتفاق النووي، التأكد من رفعها كاملا قبل أن تكون هناك أي خطوات إيرانية لجهة التزاماتها النووية. أيضا ما زال هناك إصرار على ضرورة تقديم ضمانات بعدم فرض العقوبات مجددا، وهذا أمر يعني شبه مستحيل، لا يمكن للولايات المتحدة أن تقدمه، لذلك كل هذه المطالب الإيرانية ما زال الإيرانيون متمسكون بها. حتى اللحظة من فيينا موفدت الحدث الزميلة راغدة بهنام، شكرا جزيلا لك راغدة حتى اللحظة على كل هذه المعلومات التي أطلعتينا عليها. خيارات واشنطن البديلة تجاه طهران كانت موضع تساؤل لسنوات، عقوبات أكثر لخنق الاقتصاد الإيراني أو ضربة عسكرية مباشرة؟ فبعد اتباع سياسة الضغط القصوى بات العمل العسكري مطلب مسؤولين أمريكيين كثر في الإدارة الحالية وسابقتها بحسب صحيفة The Times. وفق الصحيفة هناك أسباب عدة تحتم اتخاذ هذا الخيار، أولها فشل مفاوضات فيينا، ثانيها تفاخر إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60%، وهي نسبة لا تقل كثيرا عن 90% اللازمة لصنع قنبلة نووية، ثالث الأسباب الاعتراف الإيراني بأن برنامجها النووي يحتوي على عناصر عسكرية وليس لدواع مدنية كما تذرعت لسنوات. أضافت The Times أن هناك خطوات عدة أقدمت عليها إسرائيل والولايات المتحدة تنذر بأن الخيار العسكري لم يعد على الهامش أو مجرد احتمال نظري. فبحسب تسريبات خصصت الحكومة الإسرائيلية الجديدة أكثر من $1.3 مليار لطائرات خارقة ومسيرات للتحصينات لمواجهة إيران عند الحاجة، فيما أعلنت القوات الجوية الأمريكية قبل أيام عن نجاح اختبار لقنبلة خارقة للتحصينات موجهة بالليزر، وأهميتها تكمن في خرق حواجز صلبة بنتها إيران حول مواقعها النووية. كما لفتت الصحيفة إلى خطط مناورات أمريكية إسرائيلية تهدف إلى تدمير المنشآت النووية الإيرانية، غير أن تساؤلات تصطدم بإمكانية تورط الأمريكيين بحرب أخرى في الشرق الأوسط عسكريا أو سياسيا. والحديث هنا ينطبق كذلك على إسرائيل، حيث رجح خبراء أن الهجوم بحال حدوثه لن يقتصر على إلحاق الضرر بالبرنامج النووي، بل أن يدمره بالكامل، أي سهم
في القلب بحسب وصفهم، فيما يستبعد بعضهم قدرة قوة خارجية على ردع بلد ببنية تحتية نووية وصناعية وأكثر من 85 مليون نسمة. مشاهدينا، أرحب بضيفي من القاهرة الدكتور محمد عباس ناجي، رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك معنا دكتور ناجي إلى استوديو الحدث، وبرأيك هل بدأت واشنطن الاستعداد لسيناريو فشل مفاوضات النووي الإيراني رغم التفاؤل في طهران؟ أهلا وسهلا بك، أعتقد ذلك صحيح إلى حد كبير. كل التحضيرات الآن التي تجريها الإدارة الأمريكية وتصريحات القادة العسكريين الأمريكيين توحي بأنه واشنطن الآن لم تعد تستبعد فشل التفاوض أو الآلية الدبلوماسية في فيينا، وبالتالي كل التصريحات الآن تشير أنه هناك خيارات أخرى من الممكن أن تستند إليها الإدارة الأمريكية للتعامل مع التحدي النووي الإيراني خلال المرحلة القادمة. وإن كنت أعتقد أن كل الأطراف سوف تحاول الوصول إلى حل أو الضغط كل من جانبه من أجل الوصول إلى حلول وسط لإنجاح الآلية الدبلوماسية الآن، وبالتالي إعفاء كل الأطراف من التطرق إلى خيارات أخرى تصعيدية ربما سوف تنتج في النهاية تداعيات صعبة من الصعب يعني التجاوب معها في المرحلة القادمة، لا سيما الخيار العسكري أو الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة بين إيران أو الولايات المتحدة أو إسرائيل في كل الأحوال. وقبل الدخول في مواجهة عسكرية توافقا مع إسرائيل تجاه طهران، ترجح المصادر أن تقوم إدارة بايدن بفرض عقوبات جديدة على إيران، ما طبيعة هذه العقوبات التي تقوم الإدارة الأمريكية بدراستها الآن، وما هي الجدوى منها إن كانت العقوبات القصوى فرضت قبلا من إدارة ترامب؟ طبعا أنا أتفق معك في أنه الخيار العسكري سيكون مطروح، لكن ربما لن يكون الخيار الأول في حالة فشل مفاوضات في فيينا، ربما هو خيار لكن قد تسبقه خيارات أخرى. ما يتعلق بالعقوبات، لابد أن نشير هنا أن الإدارة الأمريكية قد تفكر في أنه العقوبات المفروضة على إيران قد لا تستمر أمريكية فقط وإنما غربية ودولية، وبالتالي هناك خيار للإدارة الأمريكية فيما يتعلق بنقل الملف الإيراني مرة أخرى إلى مجلس الأمن، وبالتالي محاولة تفعيل آلية سناب باك، آلية الزناد في مجلس الأمن، وإعادة فرض العقوبات الدولية مرة أخرى، القرارات الدولية التي علقت بموجب الوصول للاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231. طبعا هذا سيتطلب جهدا دبلوماسيا أكبر من جانب الإدارة الأمريكية مع روسيا والصين، لكن في النهاية هذا سينتج ضغوطا على إيران لا سيما فيما يتعلق بالصادرات النفطية. لو لاحظنا في الفترة الماضية إيران نجحت في رفع مستوى صادراتها النفطية، ربما فرض مزيد من العقوبات على مثل هذه الصادرات أعتقد أنه يضغط على إيران بشكل شديد في المرحلة القادمة. وهل يتوقع أن تتعاون الصين في ذلك أو أن تتمكن الإدارة الأمريكية من تحجيم المبيعات للصين من النفط الإيراني برأيك؟ أعتقد من الممكن أن يكون هذا هو الخيار المطروح، لأنه في النهاية لابد أن نشير لأنه آلية الزناد قد تفعل في النهاية حتى لو اعترضت بعض القوى الدولية عليها على تفعيلها في المرحلة القادمة، وبالتالي من الممكن أن تنجح الإدارة الأمريكية في فرض العقوبات أو استعادة فرض العقوبات الدولية المفروضة على إيران في المرحلة القادمة. الصين تستورد نحو 500 أو 600 ألف برميل يوميا من إيران حسب بعض التقارير، أعتقد أنه ذلك سيمثل مشكلة لإيران في المرحلة القادمة لو تم الوصول إلى تفاهمات بين الصين والإدارة الأمريكية. طبعا هذا إلى جانب ربما الاستمرار في عمليات لاستهداف المنشآت النووية سواء من جانب الولايات المتحدة أو من جانب إسرائيل لتحييد خطر البرنامج النووي الإيراني في المرحلة القادمة. طيب سيد ناجي، مماطلة إيران والتوقف عن التفاوض لأشهر بحجة الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة كان مقرون بتسريع وتيرة البرنامج النووي، ألا يعد ذلك دليلا كافيا على أنها تبتعد أكثر عن خطة العمل الشاملة المشتركة؟
طبعا يعني هذا يشير بالفعل انها تبتعد بشكل كبير. الخطه تقضي بان تخصب ايران بنسبه 3.67%، فما بالنا بان ايران الان تنتج بنسبه 60%، هذا فارق شاسع في هذا السياق، ويؤشر الى ان ايران بالفعل تفكر في خيارات اخرى غير الالتزام بالاتفاق النووي. لكن دعينا اقول انه ربما ايران كانت تستهدف ذلك من اجل رفع درجه المساومه، تعزيز موقعها التفاوضي في مفاوضات فيينا من اجل الوصول الى صفقه تستوعب حساباتها ومصالحها، او بمعنى ادق تستوعب شروطها ما يتعلق برفع مجمل العقوبات الامريكيه وما يتعلق بالحصول على ضمانات بعدم الانسحاب الامريكي مره اخرى من الاتفاق. طبعا هذا صعب، لكن في كل الاحوال التشدد الايراني الحالي ربما يعطي انطباعا بأن إيران قد تفكر في خيار آخر غير الاتفاق النووي، الخيار النووي العسكري، أو أنها ترفع درجة المساومة للحصول على أكبر قدر من العوائد وتقديم أقل مستوى من التنازلات في المفاوضات الحالية التي تجري في فيينا. طيب، وزيرة خارجية بريطانيا حذرت إيران أن هذه هي الفرصة الأخيرة أمامهم للعودة إلى الاتفاق النووي، وهنالك بداية بلورة لموقف مشترك بين الجانب الإسرائيلي والأمريكي كذلك، يعني ما ارتدادات ذلك على السلوك الإيراني في فيينا، على محادثات فيينا؟ يفرض مزيدا من الضغوط على إيران. ما يحدث الآن أشبه بحرب نفسية. إيران تطور برنامجها النووي بالتوازي مع فيينا، وهناك تهديدات إسرائيلية وأمريكية، وأيضا مواقف غربية جديدة أكثر تشددا في التعامل مع إيران. هذا معناه أن إيران الآن تجازف بمواجهة تكتل غربي ليس أمريكي فقط، وعقوبات ربما غربية وربما تكون دولية في مرحلة لاحقة، في حالة ما إذا وصل التشدد وأفشلت المفاوضات الحالية التي تجري في فيينا. هناك ضغوط أكبر ستواجه إيران، لأنها في هذه الحالة ستواجه مجتمعا دوليا بشكل أكبر، ستواجه ضغوطا دولية، وربما تواجه خطر الدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل أو الولايات المتحدة التي لن تسمح لها بالوصول إلى الخط الأحمر الخاص بامتلاك القدرة على إنتاج القنبلة النووية. من القاهرة الدكتور محمد عباس ناجي، رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاح. في استوديو الحدث بعد قليل أيضا، الجيش اليمني يضيق الخناق على ميليشيات الحوثي في مدينة مأرب الاستراتيجية. وسط إجراءات أمنية وإغلاق جسور في العاصمة السودانية، من المقرر أن تنطلق هذه التظاهرات في هذا التوقيت تحديداً. الحساب أصبح ثقيل بالنسبة للأجهزة الأمنية، المحصلة قد تصل إلى 30 مجتمعة. وصل عبد الله حمدوك إلى القصر الجمهوري، وهذه الأخبار العاجلة. هناك انتظار من قبل بعض الشخصيات القومية. خلونا نتوحد كسودانيين ونعاين مصلحة الوطن. اليوم عودة الدكتور عبد الله حمدوك في إطار إعلان سياسي، كيف سيتعامل معها الشارع، بل من سيقود الشارع حتى؟ هل من دعوات لمزيد من التظاهرات بالأيام القادمة أيضاً احتجاجاً على هذا الموضوع؟ هذه الوثيقة لا دستورية. الذي تم في الخطوة اليوم يفتح الباب واسعاً أمام اندماج المجتمع السوداني. هناك قبول من بعض المكونات السياسية، وهناك رفض من قوى سياسية أخرى لعودة حمدوك بهذه الطريقة. لا تأتي في خبر مجرد، بل تغلفها طبقات من الغموض الكامن في الوقائع، الخلفيات والتداعيات، والكشف عنها مغامرة شيقة يتطلب الغوص في أعماق الحدث وقراءة ما بين السطور. 19 اكتشف ما بين السطور من الأحد إلى الخميس على شاشة الحدث. أهلا من جديد مشاهدينا. تواصل قوات الجيش الوطني اليمني تضييق الخناق على ميليشيا الحوثي، وذلك بعد منعها من التسلل إلى مناطق استراتيجية بالقرب من مدينة مأرب.
شرشور شرشور. خذك خذك التقرب من هنا ذلك. كما تمكنت قوات الجيش والمقاومة من إسقاط طائرة مسيرة حوثية كبيرة الحجم في جبهة جنوب مأرب. وبحسب مصادر عسكرية فإن الطائرة كانت محملة بالمتفجرات أثناء تحليقها في سماء الجبهة الجنوبية لمأرب لتنفيذ عمليات قتالية حين إسقاطها. طارد الشباب هم ياهم يطول العمر اللي هنا. شوف ذيك البرقة طردوهم اللي دون قرن الصعيد والحقهم وحرقت الطقم هنا اخر طقم واثنين طقم تفيدوا هالعيال واثنين محرقات واسرى معنا من مأرب. ينضم الينا موفد الحدث الزميل احمد بقات. واحمد اهلا بك معنا في هذه الساعه، وما اخر المعلومات التي تحصلت عليها عن ما يحدث في جبهه جنوب مأرب وبقيه المحاور كذلك بالنسبه لمأرب؟ نعم، جبهة جنوب مأرب تشهد اشتباكات مستمرة ومعارك شرسة ما بين ميليشيا الحوثي وبين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مسنودة بالطبع بطائرات التحالف التي تستهدف التجمعات الحوثية. كانت هناك محاولات من جانب ميليشيا الحوثي للتقدم في الجبهة الجنوبية، تحديدا الفليحة، مناطق الفليحة وأم ريش وأحيانا منطقة دنا. تم صد هذه المحاولات وتم إلحاق أضرار كبيرة وخسائر كبيرة بميليشيا الحوثي، وتم حرق عدد من الآليات العسكرية وأيضا أطقم عسكرية وقتل من فيها يعني من عناصر حوثية. هذه الجبهة ما زالت تحاول من خلالها ميليشيا الحوثي التقدم، لكنها كما حدث في المعارك السابقة تحاول التقدم في مناطق مفتوحة يسهل من خلالها استهدافهم بصورة كبيرة، إما عن طريق طائرات التحالف أو عن طريق قوات الجيش والأسلحة المتوسطة والثقيلة التي يتم استخدامها. نيران المدفعية الجيش الوطني كانت حاضرة بقوة طوال أمس وحتى ساعات الصباح الأولى على طول الجبهة الجنوبية، وتم تدمير عدد من الآليات العسكرية في هذه الجبهة. أيضا ميليشيا الحوثي حاولت التقدم في جبهة العلم القريبة من محافظة الجوف، وتم استهدافها في هذه المناطق المفتوحة أيضا وإحراق عدد من الآليات، وتم اغتنام آليات عسكرية حصلت عليها قوات الجيش الوطني والمقاومة، وتم أيضا إحراق عدد من الآليات العسكرية وأسر عدد من ميليشيا الحوثي من عناصر ميليشيا الحوثي في هذه الجبهة. إذا ما فيما يبدو أن ميليشيا الحوثي تحاول التقدم على الجبهات المختلفة، إذا لم تنجح الجبهة الجنوبية تحاول التقدم إلى الشمالية، وإذا لم ينجح ذلك تحاول التقدم الغربية، ترسل أنساقا بشرية وراء أنساق علها تستطيع التقدم، لكن ما يحدث هو أنها تكرر نفس السياق الذي تمارسه منذ فترة طويلة، وهو ما يعني والشيء الوحيد الذي يحدث هو إلحاق المزيد من الخسائر في صفوفها. بالطبع التقدم الأبرز تسابيح كان في جبهة الساحل الغربي، حيث نجحت القوات المشتركة في السيطرة على مواقع وقرى هامة في مديرية مقبنة غرب تعز، وكذلك مناطق في مديرية الجراح وجبل راس، جمرك سقمة التابع للحوثيين، تم السيطرة على أجزاء كبيرة منه. هذه التقدمات لألوية العمالقة والألوية التهامية هذا تؤكد أن ميليشيا الحوثي بالفعل تتكبد العديد من الخسائر. أيضا يعني هناك بعض القيادات تتحدث عن أن الأيام القادمة ستشهد تقدما ملحوظا لقوات الشرعية، خاصة بعد أن الخسائر التي تكبدتها ميليشيا الحوثي وما دل عليها هو إعلام الحوثي نفسه الذي شيع بالأمس فقط 30 من جنوده ومن عناصره، 24 منهم يعني يحملون رتب ضباط. هذا يؤكد حجم الخسائر التي تكبدها الميليشيا في كافة الجبهات المختلفة، ليس فقط في مأرب وإنما أيضا في الحديدة وتعز، وما يؤكد على ذلك هو قيامها بإطلاق الصواريخ تجاه مخيمات النازحين وتجاه المدنيين هنا في مأرب. ومن مأرب حتى اللحظة الزميل أحمد بقات موفد الحدث إلى هناك، شكرا لك على كل المعلومات التي أطلعتنا عليها في هذه المداخلة أحمد، أشكرك. دفعت الخسائر البشرية الكبيرة لميليشيا الحوثي في مأرب، دفعت بالميليشيات إلى توظيف النساء المواليات لها أو ما بات يعرف بالزينبيات لتكثيف حملات الاستقطاب والدفع بأعداد أخرى
إلى جبهة القتال. وكشفت مصادر إعلامية أن الحملات وصلت إلى مدارس للبنات في صنعاء، منها مدرسة الرماح التي استقبلت عددا من مشرفي الميليشيا ممن عرضوا على الطالبات الانضمام في صفوف زينبيات. ونقل موقع العاصمة أونلاين عن مصادر أن عمل مشرفي الميليشيا انحصر في الترويج للمهام التي تقوم بها كتائبهم المجندة في صفوف النساء، والتي تتعدد ما بين الأعمال الاستخباراتية أخرى ثقافية إضافة إلى حمل السلاح. وتظهر التحركات الحوثية مدى التخبط الذي تعيشه في ظل خسائرها البشرية الكبيرة، حيث تسعى إلى استخدام كل الوسائل من أجل تجنيد أكبر قدر من المغرر بهم والدفع بهم إلى الجبهات. من القاهرة ينضم إلينا المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العقيد يحيى أبو حاتم. سعادة العقيد أهلا بك معنا، وبداية لو تطلعنا على الأهمية الاستراتيجية للمواقع والثكنات العسكرية التي دكت من الجيش الوطني في جبهة جنوب مأرب. حياك أختي العزيزة أنت ومشاهدي قناة الحدث. حقيقة الميليشيات الحوثية حاولت قبل يومين التسلل من المنطقة الجنوبية لمحافظة مأرب من صحراء الفليحة وكذا من منطقة اللضا وباتجاه البلق الشرقي، حاولت بعد أن دفعت بالكثير من الأنساق أن تصل إلى هذه المنطقة وبالتحديد البلق الشرقي، ولكنها قوبلت بعمليات عسكرية استنزافية كبرى. استطاع الجيش وأبناء القبائل أن ينزلوا خسائر فادحة بالميليشيات وأن يحاصروا الكثير من هذه المجاميع. العملية العسكرية استمرت ما يقارب 50 ساعة. هناك أنساق وأمواج بشرية دفعت بها الميليشيات الحوثية، وهو تكتيك إيراني استخدم من قبل إيران في الحرب الإيرانية العراقية، الدفع بالأمواج البشرية، محاولة إرهاق القوى المدافعة، ثم أحداث اختراق وتوسيع الاختراق ونطاق الاختراق بعد أن يتم إلى عمل هجوم كاسح، لكنه لم يتأتى للميليشيات ما صبت إليه وما سعت إليه. كان هناك عملية عسكرية التهمت كل هذه الأنساق وكل هذه الأمواج البشرية، الخسائر كبيرة جدا. كان الطيران حاضرا بقوة في هذه المعركة في تدمير الكثير من القوى والمعدات للميليشيات الحوثية التي كانت خارج نطاق مدفعية الجيش الوطني. العملية العسكرية تكللت في الأخير كما هو معتاد بخسارة الميليشيات الحوثية وجر أذيال الهزيمة والانسحاب في 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 أغلب المواقع، ثم العملية العسكرية ما زالت إلى هذه اللحظة قائمة. أختي العزيزة، الغريب والمستغرب أن الميليشيات الحوثية تدفع بهؤلاء المغرر بهم بلا حساب، وكأنهم ليسوا محسوبين على البشرية. هؤلاء الذين تدفع بهم هم أبناؤنا، هم أبناء الشعب اليمني، ونحن نحزن عليهم حقيقة أن يذهبوا هكذا سدى. طيب، هنالك محور لاحق عن قدرة الحوثي، إن كانت ما زالت حتى للحوثي قدرة على التجنيد والاستقطاب، ولكن قبلا يعني استهدافات مخازن الأسلحة الحوثية في صنعاء تتزامن مع خطوات أمريكية حقيقية. واشنطن قامت بالاستيلاء على شحنة كبيرة من الأسلحة الإيرانية كانت موجهة إلى الحوثي، هذا اقتراناً بالاستنزاف على الجبهات العسكرية، ما هو انعكاسه على قدراتهم؟ بلا شك أختي العزيزة، يعني ما قامت به طائرات التحالف العربي خلال الأيام الماضية في استهداف مراكز القيادة والسيطرة واستهداف مخازن الأسلحة واستهداف الملاجئ التي تختبي فيها قيادات الحرس الثوري المتواجدة في صنعاء المحتلة، أربك الميليشيات الحوثية وضرب قدراتها في مقتل، ويعني جعلها يعني غير قادرة على إدارة المعركة كما كانت في السابق. بالإضافة إلى العمل الذي قامت به القوات البحرية الأمريكية في إلقاء القبض على شحنة من عدة شحنات تم تهريبها من إيران للميليشيات الحوثية، هناك خط سير لهذه الشحنات تتحرك من ميناء بندر عباس وإلى البحر، ثم تفريخ هذه الشحنات في قوارب صغيرة وهي موجودة في عرض البحر بشكل كبير جدا، تستخدم من قبل السياطين، ولا يعني يستطيع المراقب أن يفرض سيطرة كاملة.
ثم تصل هذه الشحنات الأسلحة كما رأينا وهي يعني مركزة على صواريخ أرض جو ومركزة على صواريخ يعني المضادة للدروع إلى الميليشيات الحوثية عن طريق موانئ الحديدة للأسف الشديد التي ترعى هذه ترعاها وترعى حماية الممرات البحرية الأمم المتحدة باتفاق ستوكهولم. ثم تقوم الخبراء أو يقوم الخبراء الإيرانيين المتواجدين في المناطق المحتلة من قبل جماعة الحوثي بإعادة تجميع هذه الأسلحة وإطلاقها وتوجيهها نحو الأهداف المدنية سواء في الداخل اليمني أو في استهداف المملكة العربية السعودية وبالتحديد الأعيان المدنية والمدنيين. أختي العزيزة، نحن أمام حرب يعني تديرها إيران بالوكالة عن طريق مرتزقتها المتواجدة في اليمن وهم جماعة الحوثي. لم نعد اليوم نحارب جماعة الحوثي بقدر ما نحارب إيران بكل قوتها وكل ما تملك من قوة في اليمن عسكرية. أيضا نحن ولكن تأثير قطع الإمداد الإيراني سعادة العقيد، أهمية قطعه عن الحوثي، اليوم هنالك صعوبة في إيصال السلاح الإيراني إلى الحوثيين. ما زالت تصل الأسلحة أختي العزيزة، لكن نكون واضحين، إذا ما أردنا أن نقطع هذا الإمداد على الميليشيات الحوثية يجب أن ينفذ اتفاق ستوكهولم التي تنص على خروج الميليشيات الحوثية من مدينة الحديدة وتسليم موانئ الحديدة وإدارة مدينة الحديدة لمن كان يديرها قبل 2014. ما لم فإن التهريب سيستمر، هناك طرق يعني خلفية تستخدم من قبل الميليشيات الحوثية ومن يهربون الأسلحة إلى موانئ الحديدة تحت نظر الأمم المتحدة. إذا ما أردنا أن نوقف هذا التهريب فيجب على الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن أن يضغط على جماعة الحوثي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ما لم فإن التهريب سيستمر وسيتصاعد. نحن أمام يعني منظومة متكاملة من المهربين الذي يستخدم من قبل إيران ومن قبل ما يسمى بعناصر المستبصرون وهم جماعة أفريقية موالية لإيران. أيضا المهربون الدوليون يشتركون مع جماعة الحوثي ومع إيران في تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي. ما تم إلقاء القبض عليه هو واحد من ألف. نحن أمام تهريب مستمر لم يتوقف لحظة واحدة هذه الجماعة بكل القوى والمعدات التي تطيل أمد الحرب في اليمن. قبل قليل ساعة العقيد أشرت إلى من تدفع بهم الميليشيات إلى الجبهات من أبناء اليمن. اليوم هنالك تحركات أخرى لاستقطاب فتيات إلى كتائب الزينبيات. في مرحلة ما من الانقلاب الحوثي كان هنالك قدرة إقناع لهم بالنسبة لأبناء القبائل لتحشيد أبنائهم في الجبهات. هل ما زال الحوثي يحتفظ بهذه القدرة أم أن ما حدث من الدفع بالأبناء كما ذكرت بطريقة عبثية على الجبهات ربما جعل هذه القدرات الحوثية على الإقناع تتراجع؟ أختي العزيزة، الكثير من المغرر بهم والمخدوعين بشعارات الميليشيات الحوثية يعني عرفوا ولو كان مؤخرا أن الجماعة الحوثية ليست إلا ذراع من أذرع إيران في المنطقة الرخيصة التي تنفذ أجندات إيران في المنطقة، وأنها جماعة إرهابية وأنها تقتل أبناء الشعب اليمني، وأن تلك الشعارات التي أطلقتها هذه الجماعة ليست إلا شعارات جوفاء يعني يراد بها قتل أبناء الشعب اليمني ليس إلا. ثم الخسائر البشرية المهولة التي منيت بها الميليشيات الحوثية خلال الأشهر الماضية في محافظة مأرب، ونحن نتكلم على أرقام تصل إلى 30,000 ما بين قتيل وجريح، كل هذه جعلت من القبائل يعني يحجمون عن دفع بأبنائهم، ويعني هناك تململ وهناك تذمر من قبل أبناء القبائل تجاه تلك التصرفات، وخصوصا أنهم يعلمون أن الميليشيات كما قلت تدفع بأبنائهم دون حساب وبدون مراعاة لهؤلاء الذين يذهبون إلى محارق الموت. ثم أن يعني هم يعلمون علم اليقين أنهم يقاتلون مع هذه الجماعة من أجل أن تتسيد عليهم ومن أجل أن يعني أن تمارس عليهم هم العنصرية المقيتة ومن أجل أن تستعبدها أبناء الشعب اليمني تحت مسميات الولاية والخرافة وما إلى ذلك. لكن يعني الميليشيات الحوثية هي تستخدم كل الوسائل، منها الترغيب المالي ومنها الترهيب ومنها الاختطافات ومنها يعني زراعة الخلافات فيما بين القبائل واللعب على وتر المناطقية، كل هذه الأساليب تستخدم من قبل الميليشيات الحوثية. ورغم ذلك هناك كما قلت انكفاء، حتى لجأت إلى الزينبيات ولجأت إلى النساء، هي تحاول أن تحلل عملية إحلال لميليشيات النساء في داخل المناطق التي تسيطر عليها وتقوم بإخراج ما تبقى لها من هذه الميليشيات الذكورية إلى محافظة مأرب لاستكمال معركتها ضد أبناء الشعب اليمني. من القاهرة المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العقيد يحيى أبو حاتم، شكرا جزيلا لك ساعة العقيد على ما تفضلت به معنا من إيضاحات، أشكرك.
في استوديو الحدث بعد قليل أيضا. الألغام والمتفجرات تقتل وتصيب أكثر من 100 طفل عراقي هذا العام. فنجان من القهوة، قليل من الموسيقى، بداية مثالية ليوم رائع. مهلا، شيء ما ينقص المشهد. لعله الانتباه، التأهب، الاستعداد ليوم جديد. حافل كسابقي بوقائع، أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك، حاضرك، مستقبلك. قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها. النشرة الصباحية، كن مستعدا في كل يوم. كل منهم لديه مهمة، باحثين عن المعلومة ليأتوك بالخبر، حتى وإن كانت الظروف صعبة. تذهب مباشرة بالصورة. ومهما كلفهم الأمر لا يتراجعون، يوما بعد يوم مستمرون مراسلو الحدث. أهلا من جديد مشاهدينا. قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، قال إنه على الرغم من تحول دور القوات الأمريكية في العراق إلى دور غير قتالي، فإنها ستبقى تقدم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى في قتال العراق. أعتقد أن دور تلك القوات قد تغير، لكن عدد القوات سيبقى كما هو تقريبا. سنواصل التفاوض مع الحكومة العراقية حول ذلك، كما أننا سنستمر في تقديم الدعم الجوي والمساعدة العسكرية الأخرى لمواصلة القتال في العراق، ولكن الدعم سيكون في شكل تقديم المشورة لتلك القوات. قائد القيادة المركزية الأمريكية في مقابلة مع وكالة أسوشيتد بريس أكد أن تصعيد العنف من قبل الميليشيات المدعومة من إيران على القوات الأمريكية والعراقية قد يستمر خلال الشهر الحالي. أعتقد أن إيران أصيبت بخيبة أمل من التطورات السياسية الأخيرة في العراق. لقد أصيبوا بخيبة أمل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. لقد أصيبوا بخيبة أمل من نتيجة هذه الانتخابات التي هي نتيجة حتمية لسقوطهم بسبب تدخلهم في السياسة العراقية. لذا أعتقد أن ذلك يدفعهم إلى اللجوء للعنف عبر وكلائهم. تصعيد العنف من قبل الميليشيات المدعومة من إيران على القوات الأمريكية والعراقية قد يستمر خلال الشهر الحالي. نحن نتابع ذلك عن كثب من أجل حماية قواتنا في العراق وسوريا. وكان التحالف الدولي في العراق أعلن اكتمال انتقاله إلى الدور غير القتالي، وأن المهمة الجديدة هي تقديم المشورة للقوات العراقية. نتيجة جولات من المفاوضات بين بغداد وواشنطن آخرها اليوم، تم الإعلان عن مغادرة القوات القتالية التابعة للولايات المتحدة الأراضي العراقية مع بقاء المستشارين والمدربين. أفراد التحالف الدولي سيكونون موجودين بدعوة من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات العراقية في تحقيق أهدافها لحماية الشعب العراقي والقضاء على داعش الإرهابي. يأتي هذا الانسحاب في الوقت الذي صعد تنظيم داعش هجماته في أكثر من محافظة عراقية، الأمر الذي اعتبره المراقبون هنا توقيتا غير مناسب لسحب هذه القوات التي قد يحتاجها العراق في أي لحظة. لا أعتقد أن الانسحاب النهائي للولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يصب في صالح العراق وأيضا المؤسسة الأمنية،
خصوصا وأن الهجمات الأخيرة تدلل على حاجة العراق إلى مزيد من التعاون في كافة المجالات. لكن أعتقد أن إعادة توصيف المهام بالنسبة للقوات الأمريكية وأيضا التعاون في المجال الاستخباراتي ورفع الجاهزية وأيضا مد العراق بالسلاح يمكن أن يساهم إلى حد كبير في دفع مخاطر تنظيم داعش. بموجب الاتفاق سيبقى جزء من القوات في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل لتقديم المساعدة والاستشارة على أن يواصل التحالف دعمه الجوي والاستخباري عندما يطلب العراق ذلك. تراجع الوجود العسكري الأمريكي في العراق وصفه المراقبون هنا بأنه يصب في صالح طهران على حساب بغداد التي ما تزال بحاجة ماسة أمنيا وعسكريا للدعم الأمريكي خشية تكرار سيناريو الموصل عام 2014. سامر الكبيسي، الحدث، بغداد. من عمان أرحب بضيف الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية سيد رعد هاشم. سيد رعد، أهلا بك معنا في استوديو الحدث مجددا. تصريحات لافتة وهامة لقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال ماكنزي، أهمها أن ميليشيات إيران ستصعد هذا الشهر تجاه القوات الأمريكية والقوات العراقية كذلك، وفق أي قراءة؟ هل الضغط على المحادثات في فيينا أم أنها ردة فعل متوقعة للتطورات السياسية، الخسارة الإيرانية في الانتخابات الأخيرة في العراق؟ تحية طيبة لكم والمتابعين الكرام. أهلا بك. بالتأكيد ربما يعني الأمور مجتمعة التي ذكرتيها هي يعني مبررا لما قاله السيد ماكنزي. الجنرال ماكنزي معروف أنه يمثل الجناح العنيد في القيادة الأمريكية التي تسعى لإبقاء التواجد الأمريكي في العراق لمقاتلة فلول داعش، بقية فلول داعش في البلد، وهو يدرك تماما وعلى اطلاع خلال وجوده ومسؤوليته وجولاته ولقاءاته بالمسؤولين العراقيين، يدرك حراجة الموقف لدى القوات العراقية أو لدى القيادة العراقية تجاه الضغوطات التي تمارسها إيران حقيقة خلال ميليشياتها وأدواتها في المنطقة للضغط على إخراج القوات الأمريكية. لذلك هو يصر على بقاء أكثر من 2500 مقاتل أمريكي تحت جاهزية سواء للتدريب والمأشورة والتمكين أو حتى للقتال ربما بالأوقات الحرجة والصعبة حينما تحتاج القوات العراقية لذلك بالدعم. يدرك أيضا ماكنزي أنه هم الأمريكان لا يريدون الاصطدام بالميليشيات لأنهم يريدون الحل أن يكون عبر قنوات دبلوماسية وواجهات أكبر من هذه الشراذم الصغيرة التي يعني لا تريد أن تضع عقلها أمريكا معها لأنها تريد أن تثبت أساسات ومرتكزات مع دول المنطقة ككل، دول الخليج ومن جهة والدول الداعمة للموقف المتوازن يعني والمواقف الآمنة في المنطقة، وإيران الخارج عن هذا السياق والشاذ عن يعني سلوك الطريق التوازن الدولي في المنطقة وفي العالم ككل. لذلك هو يدرك أنه لا يريد أو لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تصطدم بهذه الجماعات، لكن إذا يعني إذا ما قررت إحداهن أو مجتمعين بهذه الفترة من هنا إلى نهاية العام وحتى ما بعد ذلك الاصطدام أو المواجهة فستسحق أنا في تقديري من الأمريكان. وهذا الذي يروج بالإعلام أنه هناك تردد أمريكي، بايدن لا يريد أن يصطدم بالميليشيات، هذا محض كلام إعلام. لكن بالحقيقة إذا ما هي بادرت الميليشيات في التوجه أو الاحتكاك بالجانب الأمريكي، وأنت لاحظي كيف أنه ماكنزي أكد على أنه صاروا بمناطق بعيدة عن متناول، هذه نقطة مهمة، عن متناول الاستهداف الميليشياوي المدعوم طبعا إيرانيا. لذلك هذه الملاحظة الأمنية يجب أن تؤخذ أيضا بالاعتبار
أنه هم بعيدون رغم هذه طيب. التحرشات هو قال أيضا الميليشيات. إنها ليست بقضية عسكرية سيد رعد ولن تؤثر على المسار لتفاوض في فيينا، يعني كيف يكون ذلك؟ يعني أي احتكاك مع إيران عبر ميليشياتها في المنطقة ألن يؤثر على مسار فيينا، بل ألن ينسف هذا المسار تماما؟ ست أسابيع معلوم أنه القادة العسكريين في كل مكان ليس فقط الأمريكان أنه لا يتدخلون كثيرا بجزئيات تخص العمل السياسي، لذلك هم ينؤون بأنفسهم، هم عليهم بالميدان، قضية ميدان عسكري يحسبوها حساب عسكر، يعني حركة الجندي، حركة الميليشياوي، حركة المقاتل، الطيران، المسيرة، كل هذه في حساباتهم، هم يتركون ذلك لإداراتهم السياسية في تقدير الموقف، ولكن الإطار العام للحديث أو الإطار العام لرسم الاستراتيجيات يتم عبر الإدارة الأكبر، الإدارة التي تدير البلد أو حتى تدير التعالف الدولي. هذا ينعكس بالتوجهات عمليا يعني على القيادات العسكرية. الإدارة الأمريكية، الإدارة الرئيسية العليا هي التي تتحكم بهذه المقاليد، هذه الأمور مفاتيحها عندها، هي التي تحرك العسكر وتوجههم وتوصيهم بالحذر خشية أن تستغل إيران هذه الفترة لحراجة الموقف لحساسيتها. وأنا في تقديري أنه تبقى الميليشيات حتى وأن انسحبت القوات الأمريكية تبقى تستهدف حتى قوات الاستشارة والتمكين، وهذا ما لا يخفى على الأمريكان لأنه خسروا في الانتخابات ويريدون أن يعيدوا بعض من بريقهم يعني حتى يعني يستعرضوا أمام جمهور بقايا الجمهور طبعا يعني هذا يقود يدهم. إلى ملاحظة أخرى حتى تثبت وجود أمام إيران حقيقة ماكنزي أن الاستهداف سيطال حتى القوات العراقية، ولكن على كل انتهى وقت هذه المداخلة. من عمان الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية سيد رعد هاشم، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. نبقى في العراق حيث أكدت إحصائيات الأمم المتحدة أكدت أن 100 طفل عراقي قتلوا أو أصيبوا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام جراء انفجار ألغام ومتفجرات من مخلفات الحروب في البلاد بين عامي 1980 وحتى هزيمة داعش عام 2017. مر شبح الموت من هنا، قرية حسن جلاد شمال العراق التي لم تنجو منها أي عائلة من مأساة فقدان أبناء أو إعاقة آخرين. ألغام ومتفجرات في كل شبر من الأرض خلفتها الحرب على البلاد. إحصائيات الأمم المتحدة أكدت أن 100 طفل قتلوا أو أصيبوا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 جراء انفجار ألغام ومتفجرات. المنظمات الإنسانية تقول إن هذا الخطر يهدد شخصاً من كل 4 في البلاد التي تعد من الأكثر تضرراً في العالم جراء هذه المخلفات والصراعات المتتالية منذ الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 وحتى هزيمة داعش عام 2017. وخلال عام واحد فقط عثر على أكثر من 1500 عبوة متفجرة في المنطقة، حيث تعد محافظتا الأنبار غرب العراق ونينوى من أكثر المناطق تضرراً كما هو الحال في جميع المعاقل السابقة لداعش. يزيد الخطر كل يوم أكثر إثر المتفجرات المزروعة في مناطق كانت مأهولة بالسكان، ما يجعل عودة الناس إلى منازلهم واستئناف حياتهم الطبيعية أمراً صعباً للغاية. إلا أن التحدي الرئيسي يكمن في زيادة الوعي لدى أهالي المناطق لتغيير سلوكهم في مواجهة الخطر. تعمل فرق التوعية خلال جلسات خاصة للأطفال والكبار على توضيح كيفية التعامل مع المخلفات. يؤثر خطر الألغام في الحالة الاقتصادية لأن أكثرية سكان هذه المناطق مزارعون، لكن أغلب الأراضي مزروعة بمتفجرات خلفتها الحروب في بلد يعيش فيه أكثر من 8 ملايين شخص في خطر ألغام مدفونة لا يمكن التنبؤ بموعد انفجارها. من إسطنبول حول ذلك ينضم إلينا مستشار مركز العراق الجديد للبحوث والدراسات السيد شاهو القرداغي. سيد شاهو أهلا بك معنا مجددا في استوديو الحدث. وإحصائية كبيرة
في أول 9 أشهر من هذا العام فقط أكثر من 100 طفل قتلوا أو أصيبوا بفعل مخلفات الحروب، وشخص من كل 4 في العراق مهدد بالألغام والمتفجرات المزروعة في الأراضي العراقية كذلك. كيف تقيم الجهود التي بذلت حتى الآن في هذا الملف؟ تحياتي سيدة التسابيح، أهلا بك للمشاهدين الكرام. حقيقة هذه الإحصائية الصادمة هي نتيجة طبيعية للحروب التي مر بها العراق خلال الأعوام الماضية. أولا بداية من الحرب الإيرانية العراقية التي كانت حربا طويلة، مرورا بحرب الكويت، وأيضا بعدها التدخل الأمريكي في 2003، وأخيرا الحرب على داعش والتي كانت حربا أيضا بتدخلات ومشاركة دولية 2014. هذه الحروب، هذه الصراعات التي مرت بها العراق نتجت عن تأثيرات سلبية كثيرا على الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وأيضا خلفت هذه المخلفات التي حسب الإحصائيات الدولية هي أكبر عددا من حتى المواطنين في العراق، يعني 50 مليون، بينما عدد المواطنين قد يصل إلى 40 مليون، وبالتالي يشكل خطرا كبيرا على مستقبل العراق وعلى مستقبل هذه المناطق التي تعتبر مناطق زراعية ومناطق حيوية ومناطق سياحية أيضا، وخاصة في إقليم كردستان المناطق التي فيها هذه المخلفات الحربية هي مناطق سياحية لا يستطيع الناس أن يذهبوا إليها ويستمتعوا بأوقاتهم. طبعا كيف نقيم هذه الإجراءات التي حصلت؟ للأسف تنظيف هذه المناطق لا يتم من خلال سنة أو سنتين، يعني يتطلب جهدا حكوميا حقيقيا. منذ 2003 وحتى الآن يعني للأسف الحكومات السابقة لم تكترث بهذا الأمر ولم تلتفت بصورة حقيقية. كان هناك مشاركة دولية، مشاركة من شركات دولية من المشاركة في تنظيف هذه المناطق، ولكنها ليست بالمستوى المطلوب لأن الأعداد هائلة، وبالتالي نسمع دائما هذه الإحصائيات ونسمع دائما عن عوائل، وكل عائلة يتضرر من هذه المخلفات تصبح عالة على الحكومة أيضا، ويجب توفير الأموال أو الرواتب لهذه العائلة لأن الشخص الذي سيصيب أو سيموت لا يستطيع أن يعيل هذه العائلة. وبالتالي لو كانت هناك نظرة استراتيجية لهذا الأمر لكانت الجهود أكبر من ما هو عليه. وأيضا هناك مشكلة أخرى كبيرة، الكثير من المناطق التي فيها التي أصبحت محررة وفيها الميليشيات، الميليشيات تستغل هذه المخلفات الحربية لصنع العبوات، يعني تستخدم المواطنين المحليين في المناطق التي فيها هذه المخلفات وتستفيد من هذه، بدل أن تفكر في تنظيفها هي تريد أن تعيد إنتاج العبوات وتستخدمها لنشاطاتها الإرهابية والتخريبية، وبالتالي هذه المحاولات الميليشياوية أيضا تعيق الجهود أو تعرقل الجهود الحكومية أكثر في تنظيف. طيب ماذا عن الجهود المجتمعية سيد شاهو لتوعية الأهالي في هذه المناطق كيفية التعرف حتى على مخلفات الحروب؟ طبعا من المهم جدا أن هذه المخلفات دائما عندما يكون هناك سيول ويكون هناك أمطار تتغير أماكنها، وهنا المعضلة الحقيقية، يعني لا تبقى في منطقة معينة من الممكن التحذير منها. أنا أتذكر في المناهج الدراسية عندما كنا صغار ندرس كل أنواع الألغام والمخلفات الحزبية الحربية ونتجنبها، وبالتالي هذا الأمر أيضا الآن ضروري، وخاصة في المناطق التي فيها مخلفات حربية ضروري أن يكون في المنهاج الحكومي في المنهاج المدرسي أن يكون هناك مواد تدرس الطالب هذه الأنواع من المخلفات حتى يتجنبها ولا يقترب منها، لأن غياب الوعي وخاصة عند الأطفال في هذه المناطق يشكل سببا حقيقيا للاقتراب من هذا، وهناك فضول لدى الأطفال، الجميع يعلم يريد أن يلعب بهذه، وبعضها بعض أشكالها يعني أشكال غريبة وهو يريد أن يلعب بها وبالتالي سينفجر به. وبالتالي هنا الجهود الحكومية والجهود المجتمعية أيضا لنشر الوعي من خلال المناهج الدراسية، من خلال خطب الجمعة، من خلال الوسائل التي من الممكن التواصل بها مع المجتمع ضرورية جدا. طيب، لتقليل نسبة الإصابات في هذه المناطق وتقليل نسبة. وما حجم المطلوب من جهود سيد شاهو لتأثير مخلفات الحروب هذه على اقتصاديات الأهالي الذين يعملون بالزراعة؟ يعني معظم هذه الأراضي اليوم هي مزروعة بالمتفجرات.
طبعا أنا شخصيا رأيت الكثير من هذه المناطق التي هي أصلا كانت زراعية والآن يتم تركها أو بسبب السيول، يعني هناك مناطق تم استغلالها للزراعة ولكن بسبب السيول أصبحت مناطق خطرة، وبسبب غياب الجهود لتنظيف هذه المناطق فالأهالي انجبروا على أن يتركوا الزراعة في هذه المناطق ويبحثوا عن وسيلة عيش أخرى أو يتركوا القرية التي هم فيها ويذهبوا إلى منطقة أخرى، وبالتالي هناك تأثيرات سلبية كثيرة. وأيضا هذه العوائل لو تم تنظيف مناطقهم وتنظيف هذه الأراضي التي يعملون بها هم أيضا سوف يكونون يعني مساعدين لتطوير الاقتصاد في هذه المناطق وإعادة إعمارها، ولكن بقاؤها على ما هو عليه سيعرقل أيضا أي جهود لإعمار هذه المناطق، لأن الأهالي لن يكونوا مشجعين للقيام بأي مشروع فيها ما دام هناك خطر يهددهم ويهدد عوائلهم وأطفالهم. على كل يعني أكثر من نقطة يجب نقاشها حول آلية تفعيل الدور المجتمعي كذلك، وكيف يمكن تفعيل الدور الحكومي في التوعية بمخاطر أو كيفية التعرف حتى بمخاطر مخلفات الحروب. على كل من إسطنبول مستشار مركز العراق الجديد للبحوث والدراسات السيد شاه القرداغي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. بعد قليل نفتح معكم ساعة ثانية من استوديو الحدث، فقط ابقوا معنا مشاهدينا. اليوم يتكرر المشهد منذ أكثر من عام وميليشيا الحوثي تحاصر مدينة مأرب. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نفذ 42 استهدافا لميليشيات الحوثي وألياتها في صرواح والبيضاء خلال 24 ساعة. يعني هل هناك سلسلة جديدة من الاغتيالات بشكل مختلف الآن؟ كم قائد تابع لميليشيا حزب الله اللبنانية موجود الآن في اليمن؟ تتصاعد الأصوات في واشنطن المطالبة بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية. هل علمت طبيعة هذه العقوبات؟ ما الذي أوصل اليمن إلى هذه الحالة؟ دور الأممي هو دور يعني محل تساؤل، أين هم مما يحدث عندما يأتي الشتاء؟ ستكون الأمور صعبة للغاية. تعبنا من النزوح، ما عاد شيء لنا الطاقة، تبهدلنا كثير. أحداث تولد على مدار الساعة. صراعات وتحالفات، شعوب وحكومات، خطوط تغيرت، أسرار كشفت وعناوين برزت، أحداث متسارعة أدفعنا للبحث عن تفاصيلها. عند لحظة حدوثها هي الواقع الذي نعيشه. فدمت عقارب الساعة تتسابق. نحن وأنتم معها مستمرون وملتزمون بنقل الخبر وكل ما يدور من حوله. قد تهدأ الأحداث قليلاً ثم تفاجئنا، إيقاع يتسارع ويتباطأ لكنه لا يتوقف. كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكة من المراسلين حول العالم مع أهم المحللين والمختصين بالشأن العربي والعالمي، دراسة وتحليل موضوعي لأهم أحداث اليوم. الأخبار الليلة يومياً الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. هل ستكون هناك ضربات أمريكية على هذا الفصيل؟ قضية سداح مداح، وراح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأخرى. مش هنقدر نخليها تمر هذه الكلمة مرور الكرام. إيران فيها مشاكل عدة،
وهنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين، نار الميليشيات ونار داعش. نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان. أنا شاعر، بيتي شاعر، أنا كله شاعر. ما صرف اليوم من أموال في البنبان هو قمع لحرية الشعب السوداني والثورة مستمرة. هذه الحكومة المنتخبة هي من سوف يتجه إليها الشعب، وأما أن يدعمها أو يسقطها. هناك تجاوز للقانون بشكل صريح وواضح، هذه الخطوة كيف يمكن أن تؤثر على سير الانتخابات؟ في الشارع رغبة كبيرة في دعم كل مرشح. الحديث اليوم عن التوافق متأخر جداً. هل يمكن أن نقول لكل إقليم هناك مرشح؟ الانتخابات حتى وإن جرت بشكل مخطط لها لن تكون نهاية الانقسامات ونهاية الأزمة في ليبيا. كل الحلول السابقة ساهمت في مزيد من التشظي والانقسام. هل هناك تخوف من أن يخرج السلاح الذي تم التهديد به قبل إلى هذا اليوم؟ ليبيا دائما عودتنا على المفاجآت. هل نعتبر بأن الآن المعركة الانتخابية يمكن أن نقول أنها بدأت؟ مصادر دبلوماسية تؤكد للحدث أن الوفد الإيراني في فيينا لم يغير مواقفه بعد. واشنطن تبحث خيارات عسكرية. بعد إعلانه بقاء قوات أمريكية في العراق، الجيش الأمريكي يتوقع زيادة هجمات الميليشيات خلال الشهر الحالي. مع استمرار خسائرها في مأرب، ميليشيا الحوثي تجري حملة تجنيد لطالبات المدارس للانضمام إلى كتيبة الزينبيات. وبعد أكثر من عامين على تفشي الكورونا، علماء يعيدون تركيز أبحاثهم على المنشأ الحيواني للفيروس. مشاهدين الساعة الثانية من استوديو الحدث. استنفت اليوم المفاوضات النووية في فيينا مع إيران، وقالت مصادر دبلوماسية للحدث إن الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا لم يغير مواقفه بعد، موضحة أن تقييم المطالب المتشددة التي قدمها الوفد الإيراني ما زال جاريا. المصادر أكدت أن المجتمعين في فيينا لديهم الكثير من الخلافات مع إيران، مضيفة أن الخلافات لم يجرى حلها حتى الآن، ولا يعرف ما إذا كان بإمكانهم ذلك. من فيينا تنضم إلينا مجددا الزميلة راغدة بهنام. راغدة، أهلا بك معنا من جديد في هذه الساعة، وماذا يمكن أن تطلعينا عليه حول الوفود التي وصلت، وإن كانت الجلسة استؤنفت كذلك؟ راغدة، اهلا بك. يعني جولات التفاوض انطلقت بالفعل قبل قليل، او هي محادثات يعني غير رسميه. اليوم يعني المفاوضات تركز في الشق في جزئها المتعلق بالالتزامات النوويه لايران. يوم امس كانت هناك يعني كان هناك حديث مفصل حول العقوبات الامريكيه. بالطبع ما يجري يعني النقاش فيه الان هو استنادا للمقترحات الايرانيه التي تقدمت بها يعني قبل 5 ايام. الاوروبيون بحسب ما فهمت من مصادر تحدث إليها وافقوا على مناقشة هذه المقترحات بشكل مفصل أكثر قبل أن يعطوا يعني موقفهم النهائي منها. ولكن الوفد الإيراني أيضا كما فهمت من هذه المصادر هو لم يغير من موقفه، لم يقدم يعني أي تعديلات، لم يدخل أي تعديلات على المقترحات التي تقدم بها. ملفت أيضا بأنه روبرت مالي رئيس الوفد الأمريكي الذي لم يصل بعد إلى فيينا كان يتحدث في يعني أدلى مقابلة لبي بي سي الفارسية، وكان يقول بأنه على ما يبدو بأن إيران اختارت أن تأخذ طريقا آخر، فهي في الوقت نفسه بحسب ما قال تضيع الوقت بإجراء أو بتصوير نفسها على أنها تجري مفاوضات هنا في فيينا، ولكن في الوقت نفسه هي تصعد في برنامجها النووي وتزيد من هذه الخروقات والتزاماتها النووية. لذلك لا نعرف ما إذا كان سيتمكن الأوروبيون من إقناع الوفد الإيراني بتليين موقفه أم لا.
ولكن يعني ربما نسمع بعد ظهر اليوم بعد هذه الاجتماعات المكثفة التي تجري منذ الصباح ما إذا كان هناك أي تغير في الموقف الإيراني، ولكن حتى الآن لا إشارات تدل على ذلك. طيب هل هنالك أي مواقف صدرت قبيل هذه الجولة من المندوب الروسي أو الصيني؟ كانت لا إشارات واضحة أتت من إيران. المندوب الروسي في الواقع يعني هو صامت على غير عادة يوم أمس قبل بداية أو بعد الاجتماع الرسمي للاتفاق، يعني غرد ردا على أحدهم سأله على تويتر ما إذا كان متفائلا أجاب بنعم، يعني وغرد تغريدة قصيرة تقول بأنه عادة المفاوضات ومجرد العودة هو أمر إيجابي، ولكن من الواضح بأنه الروس يعني أيضا يعرفون، وهو قالها ميخائيل أوليانوف قالها يعني في قبل بضعة أيام قبل أن تستأنف هذه الجولة بأنه التصعيد الإيراني لا يفيد في تقديم هذه المحادثات، وهو دائما يدعو للصبر أيضا يعني في المحادثات، يدعو أيضا الأوروبيين لعدم التصعيد في بياناتهم. روسيا في الواقع تلعب دور الوسيط الآن بين الولايات المتحدة وبين إيران. كانت هناك عدة لقاءات يعني بين الروس مسؤولين في الخارجية الروسية في موسكو وهنا الوفد الروسي المفاوض هنا والإيرانيين لمحاولة إقناع إيران بتقديم مطالب تكون أكثر مقبولة لدى الأطراف الغربية. حتى الآن لا يبدو بأنها نجحت، رغم أن الطرف الإيراني يقول بأن المبادئ التي قدمها هي قابلة للتفاوض، ولكن أيضا صباح اليوم كانت وسائل إعلام إيرانية تنقل عن مصادر مقربة في الوفد المفاوض الإيراني بأن المطالب الإيرانية لن تتغير، هي نفسها ويعني التي قدمتها قبل أيام، وقالت أيضا بأن الأوروبيون وافقوا على مناقشتها بشكل مفصل. يعني إيران الآن تقرأ في قبول الأوروبيين مناقشة مقترحاتها بشكل مفصل على أنه ربما قبول بهذه المقترحات، ولكن هذا غير صحيح، ليس هذا ما قالته مصادري قالت بأنها ستناقش هذه المقترحات، ولكن هذا لا يعني بأنها ستقبلها. الزميلة راغدة بهنام وفدت الحدث إلى فيينا، شكرا جزيلا لك راغدة على ما أطلعتين عليه في هذه المداخلة من معلومات، أشكرك. جدد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة موقف تل أبيب المعارض للعودة للاتفاق النووي مع إيران، والذي اعتبره السفير مهد طريقة فقط لقدرات نووية، وقال إنه الخطوة الأولى التي يتوقعها في حال فشل المحادثات في فيينا أن يتم تفعيل آلية سناب باك التي تعني العودة الفورية للعقوبات الدولية الصارمة التي كانت مفروضة على إيران قبل توقيع الاتفاقية عام 2015 بما في ذلك حظر الأسلحة. وصول وزير الدفاع الإسرائيلي إلى مبنى البنتاغون بعد وصول رئيس الموساد إلى واشنطن حمل معه خطة إسرائيلية بضرورة العمل على جهوزية عسكرية عالية المستوى تضم تدريبات مشتركة لكبح برنامج إيران النووي حال فشل المفاوضات في فيينا. البرنامج النووي هو وسيلة إيران لتحقيق هدفها وهو الهيمنة وفرض أيديولوجيتها المتطرفة وتهديد إسرائيل، وأنا واثق تماما من التزام الولايات المتحدة باعتبارها القوة العالمية بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. مصادر للحدث أكدت أن إسرائيل تريد أن يكون الخيار العسكري جاهزا وليس نظريا، والتلويح باستخدامه قد يقنع إيران بالتزام الجدية في التفاوض، وأن على واشنطن والمجتمع الدولي أن يفاوضا إيران من منطلق القوة وليس الضعف. الجنرال لويد أوستن تعهد بالنظر في البدائل الأخرى حال فشلت المفاوضات. نحن ملتزمون تماما بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، فهذه مسألة تخص الأمن القومي للولايات المتحدة ولإسرائيل والعالم. إنني قلق للغاية بشأن الأنشطة النووية للحكومة الإيرانية في الأشهر الأخيرة. هناك حديث يدور أيضا حول فرض عقوبات اقتصادية موجعة على إيران وعزلها سياسيا وتوجيه ضربات سريعة لوكلائها في سوريا والعراق والضرب بيد من حديد. ورغم النظر في بدائل عسكرية حقيقية، إلا أن الإدارة لا تزال تأمل بتحقيق بعض التقدم في المسار التفاوضي في فيينا، رغم أنها باتت مقتنعة بأن إيران تستغل الوقت لتطوير برنامجها النووي. نادية البي بي سي الحدث، واشنطن.
من القدس أرحب بضيفي المحلل السياسي سيد يوني بن مناحم. سيد يوني أهلا بك معنا. ورئيس الموساد أنهى زيارته لواشنطن أمس، ما أهم ما تم تحقيقه من مباحثته مع المسؤولين الأمريكيين برأيك؟ رئيس الموساد الإسرائيلي أفاد أو أعطى معلومات استخباراتية جديدة لرئيس السي آي إي ويليام بيرنز حول النوايا الحقيقية لإيران لتقدم بالمشروع النووي. وبعد زيارته جاء رئيس وزير الدفاع بيني غانتس واجتمع مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين. وأنا أعتقد أنه بالرغم من كل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية بخصوص الخيار العسكري، أنا أعتقد بأن هذه مناورة إعلامية فقط للضغط أو محاولة الضغط على إيران للتقدم في المفاوضات في فيينا، ولا أعتقد بأن النوايا هي حقيقية لضرب إيران عسكريا في هذه المرحلة. ولكن بيني غانتس ما زال في واشنطن، زيارته ما زالت مستمرة، يعني فهم من ذلك أن هنالك بداية تبلور لموقف أمريكي إسرائيلي متقارب حول النووي الإيراني أو المسار الذي يجب أن يتبع في حال فشل المباحثات في فيينا. هل تتفق مع ذلك سيد يوني؟ لا أتفق مع ذلك. حتى إذا في هناك تفاهم حتى إذا في هناك تفاهم بين وزير الدفاع الإسرائيلي ونظيره الأمريكي، القرار هو بيد الرئيس بايدن. وللأسف الشديد الرئيس بايدن لا يؤمن بالخيار العسكري، وهو يريد حل دبلوماسي. ولكن هو أعطى الضوء الأخضر كما يبدو كبار الإدارة الأمريكية بالتهديد العسكري، ولكن هذه مجرد مناورات إعلامية في محاولة للضغط على إيران. طيب كيف ستتعامل إسرائيل مع ذلك؟ إن كان التلويح بالخيار العسكري مناورة أمريكية للضغط على إيران في فيينا، الأمر مختلف بالنسبة لتل أبيب. بالتأكيد إسرائيل تنظر بقلق شديد لما يدور في المفاعل النووية الإيرانية، وهي بحاجة إلى بضعة أشهر لكي تكون جاهزة عسكريا لضرب هذه المنشآت، وهي تقوم بالتدريبات وباستعدادات لضرب إيران عسكريا وضرب المنشآت النووية بصورة عسكرية. وهذه مسألة وقت. أنا أعتقد بأن إذا فشلت المفاوضات في فيينا والولايات المتحدة لم تقم بأي فرض عقوبات صارمة على إيران، فيكون الطريق مفتوح أمام إسرائيل لضرب المفاعل النووية الإيرانية. ضرب المفاعل النووي الإيراني والمواقع النووية باستهدافات مباشرة يعني محدودة لتدبير القدرات النووية، أم تصعيد وتيرة الاستهدافات السبرانية سيد يوني؟ الخيار الأول قد يشعل المنطقة بأكمله. للأسف الشديد الهجمات السبرانية هي ليس كافية لوقف هذا المشروع الإيراني الخطير النووي، ولذلك أنا أعتقد بأن ستكون هناك ضربة إسرائيلية واحدة لكل المنشآت النووية في آن واحد. طيب بالنسبة للمصادر الإيرانية تحدثت بعضها أن هنالك تحركات لقدرات عسكرية في الغرب الإيراني، ما فهم أنه استعداد لتنفيذ بعض الضربات على الحلفاء في المنطقة. هل المواجهة يبدو أنها ستقترب؟ بالتأكيد أنا أعتقد بأن إذا ضربت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية يكون الرد الإيراني الفوري هو الضرب القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج، وممكن قواعد عسكرية للسعودية والإمارات وبحرين. وهذا ما يعني أن كلفة هذا الخيار العسكري هي عالية جدا. يعني لماذا تصعيد العقوبات، رفع العقوبات أكثر، تفعيل آلية سناب باك على إيران من وجهة النظر الإسرائيلية هي غير كافية لردعها عن البرنامج النووي؟
في هناك سلسلة من المقترحات الإسرائيلية تم تقديمها للإدارة الأمريكية تتعلق بما هو المفروض أن تعمل الولايات المتحدة من حيث العقوبات، يعني أي عقوبات المفروض أن يتم فرضه على إيران. وإذا ستمشي هذه الإدارة الأمريكية في هذا الطريق، هذا قد يعطي مهلة إضافية للمحاولة للتوصل لاتفاق مع إيران، ولكن إذا لم تكن الولايات المتحدة بذلك فالبديل هو الخيار العسكري. طيب، إظهار قوة الردع الإسرائيلية بعمليات محدودة، برأيك هل ستضغط على الإيرانيين أكثر؟ هل سيعودون إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أم أنهم سيبتعدون عنها تماما ويبقى أو تبقى المعادلة هي فعل ورد فعل؟ أنا أعتقد بأن إسرائيل حتى هذه اللحظة، حكومة بينت التزمت بالوعد الذي أعطاه بينت لرئيس بايدن، ومنذ تأسيس الحكومة الجديدة في إسرائيل، يعني خلال النصف السنة الأخيرة لم تكن هناك أي عمليات سرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، لأنه الرئيس بايدن طلب من رئيس الحكومة بينت بأن لا تكون هناك أي مفاجآت، وإسرائيل التزمت بذلك. ولكن اليوم اللعبة تغيرت بعد الرفض الإيراني الصارم في مفاوضات فيينا، وأنا أتوقع قبل الضربة العسكرية الشاملة الإسرائيلية أن تكون هناك عمليات سرية للموساد الإسرائيلي داخل إيران ضد المنشآت النووية. كنت معنا من القدس المحلل السياسي سيد يوني بن مناحم، شكرا جزيلا لك سيد يوني على ما تفضلت به من إيضاحات معنا على الحدث في استوديو الحدث. أيضا بعد قليل، الخارجية الفرنسية تعرب عن تفاؤلها بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها القادم. أفادت مصادر الحدث بأن يوم طويل من الأحداث والتطورات في السودان. مصادر الحدث بأن الجيش السوداني يقيد الحركة في محيط العاصمة أيضا. كان هناك معتصمون أمام القصر الرئاسي. حل مجلس السيادة الانتقالي. خامسا، حل مجلس الوزراء. ما توصيف ما يحدث اليوم في السودان؟ كان أحد المطالب هو حل هذه الحكومة. تصميم مسار الثورة لا يمكن أن يكون عبر الانقلاب على الثورة نفسها. كان هناك حوار واجتماع بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الحكومة. ما الذي حدث؟ ولا طرف فرض رؤاه على آخر في القوة العسكرية، فتلك معركة خاسرة. البيت الأبيض قبل قليل قال بأنه يشعر بقلق عميق تجاه الأحداث في السودان. هل لبوا هذه الدعوة أم هناك حذر من الانجرار إلى الشارع؟ تم اختلال الحكومة المدنية في أفراد، هذه هي الأزمة. كيف يمكن أن يكتب بهذه الإجراءات أن تحقق استقرار في السودان؟ عدد من الشوارع تشهد عمليات ملاحقة وكر وفر. بعد هذه الإجراءات التي قام بها السيد عبد الفتاح البرهان، ما هو المستقبل المنتظر في السودان؟ الحقائق لا تأتي في خبر مجرد، بل تغلفها طبقات من الغموض الكامن في الوقائع، الخلفيات والتداعيات، والكشف عنها مغامرة شيقة يتطلب الغوص في أعماق الحدث وقراءة ما بين السطور. 19 اكتشف ما بين السطور من الأحد إلى الخميس على شاشة الحدث. من جديد مشاهدينا، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، قالت إن مؤتمر باريس الأخير حول ليبيا سمح بتمهيد للانتقال السياسي، وإن المشاركين الليبيين تعهدوا بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
المؤتمر الذي عقد في باريس حول ليبيا الشهر الماضي كان مهماً جداً وسمح بالتمهيد للانتقال السياسي ولكن أيضاً العسكري والأمني على الأرض. العنصران المهمان والواضحان كنتيجة للمؤتمر هما أن كل المشاركين فيه بمن فيهم رئيس المجلس الانتقالي ورئيس الوزراء قد تعهدوا بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 من ديسمبر. الرئاسية ستكون للمرة الأولى في تاريخ البلاد وتعهد المشاركون باحترام نتائج هذه الانتخابات. دول الجوار الليبي لم تكن بمعزل عن المشهد في البلد المضطرب سياسيا وأمنيا. مبادرات سياسية عدة وجهود وساطة بذلت للدفع باتجاه حل سياسي بعضها أفضى إلى حلول وبعضها أسهم في تعقيد الأزمة. ست دول تشارك ليبيا حدودها الجغرافية ومستقبلها أيضا، فالأزمة التي تعيشها منذ 10 سنوات تخطت حدودها وانعكاساتها باتت واضحة في الفترة الأخيرة التي شهدت حراكا دبلوماسيا نشطا في دول الجوار التي تحدها من أقصى الشرق والغرب في محاولة للوصول إلى حل سياسي. الدور الأبرز كان لمصر التي استضافت جولات حوار عدة بين الفرقاء وأرسلت بعض مسؤوليها إلى طرابلس، عملت على توفيق المواقف السياسية بين البرلمان والجيش، واستضافت عجيلة صالح رئيس مجلس النواب والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة. تبعها زيارات لأعضاء من حكومة الوفاق آنذاك، من بينهم وزير الداخلية فتح بشاغة الذي سوق خطة لإخراج المرتزقة من ليبيا، وهو الملف الذي توليه القاهرة اهتماماً كبيراً. سبق تلك اللقاءات استضافة مصر لاجتماعات اللجنة الدستورية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي في محاولة لدعم جهود التوصل إلى قاعدة توافق حول إقرار دستور جديد للبلاد. أجواء التوتر لم تغب عن الحدود الغربية لليبيا، حيث الجارة تونس التي غابت عن الأزمة لكنها حضرت مؤخراً بتصريحات ومواقف سياسية تسببت بجدل كبير عندما اعتبر رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي أن حكومة الوفاق التي توافق حركته أيديولوجياً هي الحكومة الشرعية الوحيدة، قبل أن يتدارك الرئيس قيس سعيد الموقف حينها. التوتر عاد مجدداً بعد تصريحات لرئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة اتهم فيها تونس بتصدير الإرهاب، الأمر الذي أدى لإغلاق الحدود بين البلدين لأكثر من شهرين. أمنياً بقيت الحدود المشتركة بين الطرفين في حالة استنفار بعد رصد مخططات لتسلل عناصر إرهابية ومرتزقة إلى الداخل الليبي بمساعدة حركة النهضة الإخوانية. الحال مع الجزائر لم يكن مختلفاً. تصريحات مثيرة للرئيس عبد المجيد تبون فجرت أزمة مع الجيش الليبي عندما قال إن طرابلس خط أحمر وإن بلاده كانت على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط العاصمة، ليتراجع عنها لاحقاً في محاولة لتهدئة التوتر ويؤكد استعداد بلاده للوقوف مع ليبيا. الحراك السياسي امتد للمغرب الذي رعى جولات حوار سياسية عديدة، كان من أهمها اتفاق الصخيرات الذي أفضى لتشكيل حكومة الوفاق، ثم ترحيل بعض بنوده لمفاوضات بوزنيغا التي أسفرت عن اتفاق مبدئي بشأن المناصب السيادية في البلاد. من القاهرة أرحب بضيف الكاتب الصحفي والباحث في الشأن الليبي السيد عبد الستار حتيتة. سيد حتيتة مجددا أهلا بك معنا إلى استوديو الحدث. ومصر كان لها الدور الأكبر في استضافة جولات من الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين وخاصة ما يتعلق بمحاولة لم شمل البرلمان والجيش عدا عن اجتماعات اللجنة الدستورية كذلك، وقبل انطلاق الانتخابات الليبية، يعني ما حجم ما قامت به مصر وإلى أي درجة كان مؤثرا في المشهد الليبي؟ نعم، مصر منذ البداية كانت تدرك حجم المخاطر في ليبيا، ليس على دول الجوار فقط، يعني ليس على مصر وباقي دول الجوار، ولكن حتى على الأمن الإقليمي
بشكل عام، ولهذا تدخلت بقوة مع الأخوة الليبيين وبدأت منذ 2014 و2015 في استضافة عديد الأطراف من كل التراب الليبي في محاولة لوضع خارطة للمستقبل، واتخذت إجراءات أسهمت بطريقة أو بأخرى في تسريع هزيمة الميليشيات والجماعات الإرهابية في الشرق الليبي وفي الجنوب. ويعني هذا استمر حتى تقريبا عام 2018 بداية 2019. خلال هذه الفترة أيضا لو كانت تركت الأمور للقاهرة دون منافس ودون عراقيل إقليمية ودولية لكان الملف الليبي انتهى إلى مصالحة وإلى ولكن ما حجم ما أنجزه الجانب المصري سيد حتيتة؟ نعم، يعني كانت هناك محاولة على سبيل المثال 5+5 لجنة 5+5 العسكرية هي بالأساس منبثقة عن محاولات القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية وقطعت فيها شوطا طويلا على المستوى السياسي والاجتماعي. استضافت القاهرة وجهاء ورموز لقبائل من الشرق والغرب والجنوب في محاولة منها لي يعني إبعاد أبناء هؤلاء هذه القبائل عن الميليشيات وعن الاحتراب. يعني قامت بجهود كثيرة وفتحت الأبواب للأخوة الليبيين من كافة مناطق ليبيا سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو حتى الإعلامي وعلى مستوى الناشطين. نعم، الحضور للجارة الغربية لليبيا تونس يعني كان ليس حضور سياسي أكثر منه حضور تصريحات إعلامية، إن كانت التصريحات دبيب التي أحدثت جدل أن تونس تصدر الإرهاب إليهم، وإن كان تصريحات الغنوشي قبلا واعترافه بالوفاق كحكومة شرعية في ليبيا. الآن الوضع الأمني حالة استنفار في الحدود المشتركة بين البلدين، يعني كيف ينظر إلى ذلك وهل يمكن أن يتم تخفيف حالة استنفار هذه إن تم إجراء الانتخابات، وماذا إن لم تجرى الانتخابات وهو يعني أو هي فرضية مرجحة حتى اللحظة؟ يعني هناك فرق كبير في طريقة التعامل مع الملف الليبي ما بين مصر وتونس والجزائر. سريعا، يعني مصر تعمل على الملف الليبي وفقا لمنظومة المقررات الدولية وما يتفق عليه المجتمع الدولي ومع الأخوة الليبيين، يعني لا تسير كدولة مصر منفردة هكذا لتحقيق مصالح قصيرة، هي تعمل لتحقيق مصالح بعيدة المدى للجميع وليس لطرف واحد. على العكس من ذلك نرى هناك مشاكل داخلية في تونس وفي الجزائر يبدو أنها تؤثر على صناعة القرار وتجعل يعني هناك سياسات تخص الدولة التونسية وتخص الدولة الجزائرية، وهذا يختلف تماما عن الطريقة التي تعمل بها الدولة المصرية. وأعتقد أنه لهذا السبب لم يتم التوافق بشكل نهائي، ورأينا نوع من المماحكات ونوع من ردود الأفعال من جانب التوانسة ومن جانب الجزائريين حين تعلن القاهرة عن مبادرة. نرى السلطة في تونس البعض يعني فيها يعلن عن مبادرات موازية وفي الجزائر عن مبادرات موازية. هذا طبعا تسبب في مشاكل كثيرة من المشكل الأمني، تعدد المسارات، عدم القدرة، نعم عدم القدرة على يعني مواجهة التحول في الداخل التونسي. هناك حركة النهضة، حركة جماعة الإخوان في تونس، حركة قوية ولديها تحالفات مع قوى إرهابية موجودة عبر الحدود الليبية التونسية وأبرزها كتيبة جند الحق، هذه الكتيبة التي ينخرط فيها الليبيون والتونسيون وتعمل على جانبي الحدود بشكل مستمر منذ زمن. لم يتمكن الجانب الليبي والجانب التونسي من التوصل إلى توافقات تنهي هذا الصراع وتنهي هذا التواجد الميليشياوي والإرهابي على الحدود بين ويرى الحدود. مراقبون سيد عبد الستار أن الجولات التي تم استضافتها في المغرب أفضت إلى أهم اتفاقات ليبية، إن كان اتفاق الصخيرات الذي أدى إلى تشكيل حكومة الوفاق أو حتى مفاوضات بوزنيقة. ما إن صح التعبير، أين أخفق اتفاق الصخيرات وما الذي تحقق من مسار بوزنيقة قبل الانتخابات؟ يعني كان هناك ارتباك في أثناء توقيع اتفاق الصخيرات، يعني
يعني دعيني أكشف جانب يمكن يقال لأول مرة، وهو أن المجلس النواب الليبي ومجلس والمؤتمر الوطني العام اللي هو مجلس النواب السابق أو البرلمان السابق كان يفترض أن يرسل كل منهما مندوبا له للتوقيع على اتفاق الصخيرات، لكن الارتباك الذي حدث في لدى بعض دول الجوار التي كانت تنسق مع هذين الرجلين وهذين المندوبين، هذا الارتباك أدى إلى تأخر وصول الرجلين للتوقيع، وبالتالي لم يوقع، يعني مجلس النواب في الحقيقة لم يوقع على اتفاق الصخيرات، والبرلمان السابق أيضا لم يوقع على اتفاق الصخيرات، يعني في نهاية المطاف اتفاق الصخيرات وقع عليه بمن حضر، يعني اللي موجود عامل البوفيه، واحد معدي من قدام المكتب، يعني هكذا تم حشو التوقيعات على اتفاق الصخيرات، ولهذا له تبعات خطيرة ما زالت ليبيا تعاني منها حتى اليوم. الجانب الآخر اتفاقات بوزنيغا كان يفترض فيها أن يتم تسميت رؤساء للمؤسسات، وهذا للأسف لم يحدث، ثم يعني دخل الملف الليبي في تغير دراماتيكي يخص الخلافات ما بين الجزائر والمغرب، وأصبحنا نرى ما يشبه المماحكات من جانب السلطات، بعض السلطات في المغرب وبعض المسؤولين في الجزائر باستضافة قيادات ليبية وأشياء من هذا القبيل، لكنها في نهاية المطاف يعني هي قريبة من خانة المماحكات ما بين للخلافات ما بين الجزائر والمغرب، ولا تتعلق أساسا بحل المشكل في الداخل الليبي. من القاهرة الكاتب الصحفي والباحث في الشأن الليبي السيد عبد الستار حتيتا، شكرا جزيلا لك سيد عبد الستار على ما تفضلت به معنا من إيضاحات في استوديو الحدث. وفي استوديو الحدث بعد قليل أيضا مشاهدينا، عقوبات أمريكية على معرقلي الاستقرار في السودان، اليوم يتكرر المشهد منذ أكثر من عام وميليشيا الحوثي تحاصر مدينة مأرب. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نفذ 42 استهدافا لميليشيات الحوثي وألياتها في صرواح والبيضاء خلال 24 ساعة. يعني هل هناك سلسلة جديدة من الاغتيالات بشكل مختلف الآن؟ كم قائد تابع لميليشيا حزب الله اللبنانية موجود الآن في اليمن؟ تتصاعد الأصوات في واشنطن المطالبة بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية. هل علمت طبيعة هذه العقوبات؟ ما الذي أوصل اليمن إلى هذه الحالة؟ دور الأممي هو دور يعني محل تساؤل، أين هم مما يحدث عندما يأتي الشتاء؟ ستكون الأمور صعبة للغاية. قبل من النزوح ما عاد شيء لنا الطاقة، بذلنا كثير. فنجان من القهوة، قليل من الموسيقى، بداية مثالية ليوم رائع. مهلا، شيء ما ينقص المشهد، لعله الانتباه، التأهب، الاستعداد ليوم جديد. حافل كسابقي بوقائع، أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك، حاضرك، مستقبلك، قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها. النشرة الصباحية، كن مستعداً في كل يوم. الآن مشاهدينا إلى الملف السوداني، حيث أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بإجماع أعضائها فرض عقوبات على المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان. اللجنة صوتت لإقرار مشروعين لفرض العقوبات، الأول يدين الإجراءات الأخيرة في البلاد ويدعم الشعب السوداني وفقا لمشروع اللجنة، أما الآخر بعنوان قانون ديمقراطية السودان يشمل عقوبات ملزمة على المسؤولين عن زعزعة العملية الانتقالية بقيادة مدنية في البلاد. كما يدعو المشروع القادة العسكريين إلى العودة فورا إلى حكم القانون كما ورد في الوثيقة الدستورية، إضافة إلى نقل قيادة مجلس السيادة إلى عضو مدني من المجلس احتراما للوثيقة الانتقالية.
هذا وتجرى مشاورات داخل القوى السياسية لتقديم اتفاق سياسي خلال الأيام المقبلة بهدف دعم حكومة الفترة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك. بحسب مصادر الحدث فإن الاتفاق هو بين أحزاب من الحرية والتغيير والمجلس المركزي والجبهة الثورية وميثاق التوافق الوطني. في هدوء بائن لا يشبه صخب الأوضاع السياسية المتسارعة في السودان، تمضي خطوات إعداد ميثاق سياسي جديد يرمي إلى خلق مناخ سياسي مستقر. الميثاق الجديد من المفترض أن يضم أحزاباً منضوية تحت تحالف قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي والجبهة الثورية وميثاق التوافق الوطني. هذه القوى التي تعمل الآن من أجل وضع الإعلان السياسي هي القوى التي شاركت في ثورة ديسمبر المجيدة. يجب إزالة الأخطاء التي ارتكبت من خلال ممارستنا الديمقراطية وتصحيح الأوضاع في بعض المسارات. المصادر أكدت أن الميثاق السياسي الجديد يتضمن قضايا عديدة، أبرزها تعديل الوثيقة الدستورية والمحافظة على اتفاق جوبا ومواعيد تسليم السلطة للمدنيين والتمهيد للانتخابات المقبلة، وهو في نظر بعض القوى السياسية انتقال إلى مربع ثالث. مربع ثالث ده يجب أن نتوافق على ميثاق جديد ورؤية جديدة وإعلان سياسي جديد، لكن شريطة أنه يعتمد على الوثيقة الدستورية. وبحسب البعض فإن الميثاق السياسي الجديد قد يحصل على توافق كبير إذا خاطب بعض القضايا المركزية. هذا الميثاق السياسي قدامه فرصة كبيرة أنه ينجح في إحداث توافق سياسي كبير على مستوى السودان، بشرط أنه يجاوب على قضايا مركزية في المرحلة الانتقالية. أولا هي قضية فضل الاعتصام، ثانية هي قضية انتقال الرئاسة من العسكريين للمدنيين، هذه قضية أساسية محتاجة حسم بشكل واضح. القضية الثالثة هي قضية شركات الجيش ووضعها. تبقى الأنظار متوجهة صوب مخرجات الإعلان السياسي الجديد وقدرته على رتق الفتق في المشهد السياسي الذي تباعدت مسافاته بعد إجراءات الجيش الأخيرة. محمد عثمان، الحدث، الخرطوم. من الخرطوم أيضا ينضم إلينا رئيس تحرير صحيفة التيار السيد عثمان مرغني. سيد عثمان، أهلا بك معنا في استوديو الحدث مجددا. وإجماع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بكل أعضائها من جمهوريين وديمقراطيين على فرض عقوبات على من قاموا بالإجراءات الأخيرة في الخرطوم ومن يعرقلون الاستقرار، كيف يقرأ برأيك؟ نعم، يعني يقرأ من زاوية الاهتمام الأمريكي الكبير جدا بالأوضاع في السودان، وهذا يصب لمصلحة السودان باعتبار أن ذلك يعني عمليا أن السودان دولة مهمة محورية ليست على المستوى الإقليمي وعلى مستوى القارة الأفريقية، إنما حتى على المستوى الدولي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تهتم بس لمجرد الاهتمام، يعني ليس الأمر ليس عواطف، مرتبط بكثير من الاستراتيجيات الدولية من المصالح والمحاور الدولية. رغم مثلا على سبيل المثال أثيوبيا الآن فيها أوضاع قد تكون أكثر تعقيدا من السودان، لكن الاهتمام الأمريكي منصب على السودان. هذا يقرأ لصالح السودان بصورة مجملة إذا تجاوزنا الأشخاص أو ربما الذين يتصلون بهذا القرار بصورة مباشرة والذين يتأثرون بهذا القرار من الذين أشار إليهم مشروع القرار الأول الذين ارتبطت أسماؤهم بالإجراءات الأخيرة. طيب، إذا تجاوزنا ذلك ونظرنا إلى النظرة الوطنية فالأمر في النهاية في مجمله يدل على قوة وضع السودان الجيوبوليتيكي في القارة وللعالم. سيد عثمان، الإجراءات الأخيرة في الخرطوم، إجراءات 25 من أكتوبر، تمت مع وجود جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي في السودان، وحتى اللحظة لم يتم حتى تعريف ماهية هذه الإجراءات من الناحية الفنية، وكان هنالك تحفظ من الجانب الأمريكي على كلمة انقلاب. مثل هذه التحركات بعد هذه المواقف ألا تعكس ارتباك في عمل مقاربة واضحة حول السودان من قبل الإدارة الأمريكية؟ لا، هي لا تعني ارتباك بصورة مباشرة، هي ربما تعني اختلاف وجهات النظر
بين الإدارة الأمريكية وبين المشرعين في الكونغرس الأمريكي، أن هذا المشروع يأتي من داخل الكونغرس الأمريكي، ربما الإدارة لديها وضع مختلف وربما الإدارة غير ملزمة بالجزء الأول بمشروع القرار الأول، لكن في النهاية يبقى ذلك يمثل وجهة نظر الكونغرس الأمريكي. وهو أنا في تقديري بالنسبة للسودان الأفضل أن يكون فعلا الكونغرس الأمريكي هو الذي يدعم السودان أكثر من الإدارة، لأن الإدارة متغيرة وقراراتها يمكن أن تتغير بصورة سريعة، بينما القوانين التي تصدر من الكونغرس هي أكثر تأثيرا وأكثر امتدادا. صحيح كلمة انقلاب عسكري تم تداولها بأشكال مختلفة، صدر أمس بيان الأمين العام للأمم المتحدة استخدم كلمة انقلاب عسكري، قبله بيومين فقط صدرت تصريحات من سفراء الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا بالدكتور عبدالله حمدوك، لكنهم لم يستخدموا كلمة انقلاب، هم استخدموا كلمة تدخل عسكري. هذه المفارقات في تعريف ما حدث بصورة دقيقة قد لا تكون مهمة، المهم الآن ما ينبني على هذه بالضبط، يعني تأثير مشروع القرار على الوضع الراهن، يعني هنالك خطوات ماضية وميثاق سياسي جامع جديد منتظر، هل سيحدث مشروع القرار هذا أي إرباك جديد في المشهد بالنسبة للقوى السياسية على الأقل؟ لا، لن يحدث إرباك، يعني الإجراءات السارية الآن لن يحدث إرباك لسبب واحد، هذا القرار الآن في مرحلة اللجنة، لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، سيمضي بعد ذلك للتصويت في مجلسي النواب والشيوخ، ثم بعد ذلك ستصبح هناك مهلة أمام الإدارة الأمريكية لتعتمد القرار ثم لتمضي في تنفيذه بالطريقة التي ربما تراها، لأن القرار الأول غير ملزم، يعني أنا أعتقد أنه لا يؤثر بصورة مباشرة، لكن بالتأكيد وهذه هي النقطة الأهم، ما يصدر داخل السودان هو الأكثر تأثيرا، يعني الطريقة التي تسير بها الأوضاع الآن والبطء الشديد جدا في التعامل مع مطلوبات لم تعد هي مطلوبات داخلية إنما مطلوبات حتى دولية، هو الذي يؤثر فعلا على أوضاع السودان بالطريقة التي تمضي بها الأشياء الآن. الآن السودان لحوالي شهرين كاملين بلا حكومة بالكامل، هذا وضع طبعا من الصعوبة بمكان أن يكون مرضي داخليا أو خارجيا، وقد يشير إلى أن عجلة التعامل مع الأوضاع رغم حساسيتها في الداخل تبدو يعني بطيئة وضعيفة جدا. ولماذا هذا البطء برأيك سيد عثمان؟ يعني ما الذي يعكس؟ في البداية فهمنا أن هنالك خارطة طريق واضحة لهذه المرحلة، ما تبقى من الانتقالية، حتى هنالك مشاورات عدة جرت لتسمية رئيس وزراء جديد، أعاد دكتور عبدالله حمدوك إلى المشهد، الآن الحديث عن إعلان سياسي ولم يحدث شيء حتى اللحظة، ما سر بطء الخطوات الإجرائية في الخرطوم؟ لسببين، السبب الأول ربما هو السبب العنوان الرئيسي، هو البطء دائما في التعامل مع كل المطلوبات داخل السودان بصورة عامة، يعني عندما حدثت قرارات 25 أكتوبر كان هناك حديث عن تعيين مجلس الوزراء والمحكمة الدستورية والمفوضيات المطلوبة خلال أسبوع واحد، كان هذا الوعد صحيح. الآن مضت شهرين وحتى مجرد تكوين الحكومة لم يتم، هناك عدم إحساس بالزمن. العامل الثاني وأنا أعتقد هو الأهم، هناك عدم قدرة أو إرادة سياسية في التفاعل مع الأوضاع في السودان، بمعنى آخر الآن الدولة كلها تنتظر هذا الإعلان السياسي ليتم تشكيل مجلس الوزراء وفق الإعلان السياسي، الإعلان السياسي هو فقط عملية إعادة ترتيق لجسم الحرية والتغيير الذي انتهى مع الزمن ومحاولة إيجاد حاضنة جديدة، هذا الأمر لم يكن ليحتاج لكل هذه المدة، ثم أن ثبت عمليا أن الحواضن لا تنجح الحكومات، بل بالعكس الحكومة السابقة فشلت بسبب الحاضنة، الآن تعاد نفس العملية من جديد، رغم أن هناك شارع قادر جدا على التعامل بصورة مباشرة مع الحكومة وشارع منفتح ليسمع الوجهات النظر المختلفة وليتفاعل معها بصورة، لكن دائما الحكومة تفضل أن يكون هناك وسيط بينها وبين الشارع، وهي تعيد تكرار الأخطاء التي حدثت خلال العامين الماضيين بهذا الإعلان السياسي الذي سيفتح باب جديد من الأخطاء الجديدة، وقد لا نصل إلى نتيجة نهائية كما هو مقرر أو كما هو محسوب نظريا في هذا الإعلان. ضيفي من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة التيار السيد عثمان مرغني، شكرا جزيلا لك دوما على ما تتفضل به من إيضاحات على شاشة الحدث، أشكرك. أعلنت لجنة الأطباء في ولاية غرب دارفور بغرب السودان في بيان لها عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص
في اشتباكات قبلية اندلعت قبل 3 أسابيع وتجددت هذا الأسبوع. وقالت لجنة الأطباء إن أحداث العنف الدموية تجددت في محلية جبل مون أقصى شمال الولاية مخلفة حصيلة جديدة من القتلى والجرحى وخسائر في الممتلكات وإحراق للقرى. وأضاف بيان أن اللجنة أحصت نحو 25 قتيلا وأربعة جرحى نتيجة هذه الأحداث، فضلا عن مقتل 18 شخصا وإصابة 6 آخرين قرب قرية بمحلية سرب المجاورة لمحلية جبل مون. وأوضحت اللجنة ارتفاع عدد القتلى والجرحى في محليات سرب إلى 138 قتيلا وأكثر من 100 جريح. قرر المغرب تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب إلى تاريخ لاحق. وأوضحت وكالة الأنباء المغربية أن السبب هو مواجهة تفشي متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون، ولم تذكر الوكالة مدة التمديد الجديدة. وكان المغرب قرر تعليق الرحلات المباشرة للمسافرين من وإلى البلاد لمدة 2 أسبوع اعتبارا من 29 نوفمبر الماضي. بعد 2 على تفشيه ووفاة أكثر من 5 ملايين شخص، لا يزال مصدر أو نشأة فيروس كورونا تؤرق الباحثين وتؤرق الحكومات كذلك. ففي وقت كانت النظرية الأكثر شيوعا وقابلية للانتشار والتصديق هي تسريب المختبر الصيني وانتقاله للبشر بسبب إجراءات السلامة الضعيفة، ورجح آخرون أن يكون أصل الفيروس حيواني، أي أنه انتقل من الحيوانات سواء خفافيش أو غيرها للبشر بشكل مباشر أو عبر حيوان آخر، لتعيد هذه الأبحاث إلى الواجهة سوق الحيوانات الحية في ووهان الذي ارتبط بظهور أول حالة كورونا معروفة. وأضاف العلماء أن فكرة التسريب في المختبر هي مصدر إلهاء كبير يصرف التركيز عما حدث بالفعل رغم أنها قابلة للتطبيق، لكنهم لفتوا إلى أن فرضية الانتقال من الحيوانات مدعومة أكثر بالبيانات والأدلة على حد قولهم. وأكدوا أن كورونا هو 9 فيروس موثق يصيب البشر، جميع الأنواع السابقة نشأت في الحيوانات، مشيرين إلى أن الفيروس الذي تسبب بالسارس عام 2003 ارتبط أيضا بالأسواق التي تبيع الحيوانات الحية في الصين. ويعتقد هؤلاء أن الحيوانات البرية في السوق كانت مضيفا وسيطا، وبالتحديد كلاب الراكون التي أصيبت بالفيروس قبل أن يتطور. يأتي ذلك وسط قلق من ظهور أوبئة جديدة قد تنتقل بين الحيوانات والبشر، أو أن تسهم تلك الحيوانات بمتغيرات فيروسية جديدة منها أوميكرون. بحسب باحثين، إصابة حيوانات أليفة بفعل الاتصال الوثيق مع البشر قد يكون له علاقة بهذه التغيرات، أي قفز الفيروس من الحيوانات للبشر ثم للحيوان مجددا فالبشر بعد تحوره. من لندن أرحب بضيفي مشاهدينا الدكتور عبد الكريم قزيز المختص في علم الوبائيات والباحث في جامعة كينغز كوليدج. أهلا بك معنا دكتور عبد الكريم مجددا إلى استوديو الحدث، وكيف تعلق على عودة الجدل حول منشأ فيروس الكورونا؟ أسعد الله صباحكم. يعني في بعد 2 من هذه الجائحة نعود ونتساءل عن مصدر هذا الفيروس. يعني 3 نظريات كانت واردة، النظرية الأولى هي المنشأ الحيواني، النظرية الثانية هي خطأ مخبري، والنظرية الثالثة والتي هي مستبعدة تماما هي أنه تم تصنيعه كسلاح بيولوجي. إذن أثناء الفترة الماضية عندما قامت الاستخبارات الأمريكية بإجراء تحقيقات، يعني 3-4 وكالات استخبارات رجحت المنشأ الحيواني، ووكالة واحدة رجحت المنشأ أنه نتيجة خطأ مخبري. هلأ فعليا بالنظر إلى السلالات الماضية
من فيروس كورونا، التسع سلالات التي أصابت البشر كلها كانت ذات منشأ حيواني. وأيضا التحقيقات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية أثبتت أن أول حالة إصابة بشرية تم عزلها من سوق ووهان، يعني الذي كان يبيع حيوانات حية، وبالتالي جميع الأدلة تتجه نحو المصدر الحيواني. ولكن نحن لا يوجد لدينا دليل قاطع إلى هذه اللحظة. يعني في دراسة نشرت في مجلة نيتشر في حزيران الماضي، قام العلماء بتسميد كل الحيوانات التي تم بيعها في سوق ووهان من 2017 إلى 2019، وكانت حوالي من 38 نوع من الحيوانات. لم يكن الخفاش واحدا منها، ولكن كان كلاب الراكون مثلا واحدا منها، وظنوا أن موطن هذه الكلاب هي قريبة لأماكن تتواجد فيها خفاشات، وهذا يرجح المنشأ الحيواني. طيب، والقول أن التحورات قد تحدث نتيجة انتقال الفيروس إلى الحيوانات ومنها مجددا إلى البشر، يعني الحقيقة العلمية حول ذلك، وهل هذا يعني متحورات قادمة ضعيفة كما يقال حتى اللحظة عن متحور أوميكرون، أم أن الأمر مختلف علميا؟ حتى نفهم كيفية انتقال الفيروسات من الحيوانات إلى البشر، هناك بعض الفيروسات التي تصيب الحيوانات ولا تصيب البشر، ومنها فيروسات الكورونا التي تصيب الخفاش. يعني عادة هذه الفيروسات حتى لو دخلت البشر لا تصيبها، ولكن ما يحدث أنه نتيجة وسيط. هذا الوسيط إما اعتقد أنه قد يكون خطأ مخبري أو كلاب الراكون في هذه الحالة، تم حدوث طفرات داخل جسم هذا الوسيط مكنت الفيروس من إصابة الإنسان. يعني وهذا يحدث حتى في فيروسات أخرى مثل إنفلونزا الطيور مثلا، أغلب الفيروسات إنفلونزا الطيور لا تصيب الإنسان، ولكن قد يحدث هناك طفرات. لذلك هناك أهمية بالغة لضرورة يعني طريقة التعامل الصحيح مع الحيوانات لتجنب انتقال هذه الفيروسات من الحيوانات إلى الإنسان. طيب، وتبقى الجزئية المتعلقة من تحول الفيروس، يعني يكون أخطر أم أقل خطورة؟ هلا التحورات إما أن تجعل الفيروس أخطر أو أقل، أغلب التحورات أغلبها تجعله أقل خطورة، لأن الطفرات أو هذه التحورات ما هي؟ هي عبارة عن أخطاء في أثناء النسخ. يعني يكون الفيروس ينسخ نفسه داخل جسم المضيف ويحدث خطأ، هذا الخطأ غالباً يعني يضعف قدرة الفيروس على الانتشار أو ممكن أن يميت هذا الفيروس، ولكن بعض الطفرات فقط هي تزيد من قدرة الفيروس على الانتشار وعلى إحداث الإمراضية، وهذا ما نخشى منه. الطفرات التي أصابت فيروس كورونا لحد الآن أغلب الطفرات لم تؤثر عليه لا سلبا ولا إيجابا، ولكن بعض الطفرات زادت قدرته مثلا متحول دلتا، وهذا ما نخشى أن يتكرر بعد. وماذا عن الأوميكرون بالضبط؟ يعني هل تتفق مع رأي الطب القائل أنه ضوء آخر نفق الكورونا، أنه أكثر نسخ الكورونا ضعفا حتى اللحظة رغم انتشاره السريع؟ أنا أحاول أن أتفائل. نعم، أوميكرون هو أقل خطورة من ناحية الإمراضية. بعض أجزاء هذا المتحور أصبحت تشبه فيروس الزكام البسيط، وبالتالي أتمنى أن يكون هذا التحور يعني أتمنى يعني بسيط. حتى لحظة لا حقيقة علمية مثبتة، لا حقيقة علمية للأسف. شكرا جزيلا لك ضيفي من لندن الدكتور عبد الكريم قزيز، المختص في علم الوبائيات والباحث المشارك في جامعة كينغز كوليدج، على ما تفضلت به معنا في هذه المداخلة. أشكرك. عرضت إسرائيل لأول مرة لقطات لسجن جلبوع، ومن شاهد قالت إنها للأسرى الفلسطينيين الستة الذين هربوا من السجن الشديد الحراسة مطلع سبتمبر الماضي قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم واعتقالهم مرة أخرى.
انتهت حلقة اليوم من استوديو الحدث، ألقاكم غدا، إلى اللقاء.